السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لكل الإخوة الشرفاء اللي موجودين داخل الجزائر والإخوة اللي موجودة الجزائر داخلهم أينما كانوا. وعليكم السلام الأخ مجيد. موضوع هذه الأمسية هو حول انتخابات رئاسية في الجزائر بين المشاركة والمقاطعة. لا شك هو أنه كثير منكم أراه يتألم للأوضاع في الجزائر، سواء الإخوة اللي راهم موجودين في الجزائر راهم يبكيوا على وش راهو صاري من مهازل، راهم يتألموا، كاين الناس اللي راهم يتألموا في مواقع مختلفة وراهم يسألوا وش نقدروا نديروا حنايا. في المقابل الإخوة اللي راهم في الخارج راهم أيضا راهم يتألموا، ولكن أيضا في المقابل راهم يطرحوا في نفس السؤال. نحاولوا إن شاء الله من خلال هذا النقاش على جال باش نسمعوا لبعضنا البعض ما هو الحل في ظل هذه الظروف، واش قادرين نديروا كجزائريين، سواء الناس اللي راهم في الداخل او الناس اللي راهم في الخارج. نطلب من كل الاخوه والاخوات اللي راهم يشاركوا اللي راهم يشوفوا فينا الان واللي بامكانهم، لربما فيه ناس يخافوا والله، اللي بامكانهم على جال باش ينقلوا الرابط نتاع الصفحه، ينقلوا الرابط في صفحات في المجموعات. عارف باللي راهم كاينين الناس اللي راهم ناموا، وحبيت انا بالذمه حتى باش ندير هذا النقاش في وقت متأخر من الليل، حتى باش على الأقل نقلوا من حجم نتاع الهجومات. وعارف في المقابل بأنه فيه إخوة راهم في كندا وفي أمريكا وبإمكانهم هما أنه يشاركوا معنا في هذا النقاش. نشوفوا ترى الأخ محمد، شوف هاي تروح نبدأ بك اليوم. هذا ما جي زي أنا طلعتك الأخ مجيد. ما الريزون تاعك يبدو انه مش مليح الاخ مجيد. نشوف ترى هذا الاخ اللي يرمز الاسم نتاعو بأمازيغ. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك الاخ. اهلا خويا، واش راك؟ صافا لاباس؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. منين راك تكلم فينا؟ الاسم نتاعك منين راك تكلم فينا؟ ومرحبا بك. الله يسلمك. انا طلعت ديجا على كل حال، انا مكيزي وزو اوسكار هذاك، على بالي شفيت هذيا ولا لا. ما ذكرتكش مليح. نعم، معليش بقرف. معليش، ما مش مشكل. الكاميرا و خويا سقسيتك ديك الخطره، قلت لك فالا على رشيد نكاز اكسيتيرا اكسيتيرا، قلت لي ما عندوش الحق، قلت لي ما يرشحش روحو، ما هادي وهادي وهادي. وعلى ما اظن الاخ راهو ريغلا لا سيتياسيون تاعو، مازال برك المجلس الدستوري. حبيت نعرف يعني، باسكو راني نتبع فيه، نتبع بزاف رشيد نكاز، ان شاء الله يا ربي يديها خير. ليسونسييل يديها اي واحد من الاحزاب المعارضه خير ما يدوها اللي راهم دوكا. بصح حبيت نسقسيك، اسكو في المجلس الدستوري راح يقبلوه ولا يرفزوه؟ ما يقبلوش. والناس اللي راهم يتبعوا فيه، الناس اللي راهم يتبعوا فيه راهم يتبعوا في الريح في الشبك. راني قلتها شحال من مره. هذا واش حبيت نعرف. شوف الملف نتاع الترشح، ما فيهش غير
التوقيعات فيه عدة أشياء، من بينها هو أنه لم يكن متجنس من قبل، هو ديجا راه عنده الجنسية الفرنسية، هذه واحدة. لا لا تخلى عنها ان 2013. ومن بعد لم يكن متجنس، يعني ما عنده حتى جنسية واحدة أخرى، هو راهو ديجا كان عنده، حتى اها تنازل عليها راه محسوبت له بلي راهو كان عنده الجنسية الفرنسية، لم يكن متجنس من قبل، والمرأة نتاعو تكون ما عندهاش جنسية ثانية. بالإضافة إلى جمع وهو شغل التوقيعات، ديفورسا في الكوارت وهو مازالو معاه. عادي خلينا ارحم والديك، هذه اها تحكيها انت في المجلس الدستوري، انت ديفورسا في الكواط، على بالهم بيه بلي راه متزوج، يقولوا له مطلق، يقول لهم اعطينا ورقه نتاع الطلاق، فهمت، اعطينا الورقه نتاع الطلاق، اها يعطي لهم الورقه نتاع الطلاق، ها هو مصرح باللي راهو ماهوش داير، ماهوش عاقد، فهمت، راك اها تتعامل مع اداره ماكش تتعامل مع مسموح. بالاضافه الى انه لازم يصرح بالممتلكات نتاعو، شفتوا انت باللي صرح الممتلكات نتاعو، صرح نعم بالتصريح بالممتلكات نتاعو في زوج جرائد وطنيه، واحده باللغه العربيه واحده باللغه واحده اخرى، لازم يصرح بالممتلكات نتاعو في الداخل وفي الخارج، هو راهو يقول مليونير، صرح بالممتلكات نتاعك، زيد لازم يثبت باللي باباه باللي ما كانش حركي، لازم يثبت باللي باباه ما كانش حركي، يروح اها للمنظمة نتاع المجاهدين يعطيو له وثيقة تثبت باللي باباه كان مجاهد، فهمت، لازم تكون فيس دو مجاهد. وش كان باباه في الثورة، لازم يكون الموقف نتاعو من الثورة واضح، ما كانش عنده عداء، وش معناته اللي كان هو كان ما كانش حركي كان مجاهد، حتى اذا اها كانوا يقولوا ما كانش مجاهد يعني ما عندوش كيما نقولوا ما شاركش 7 سنين، صحيح يعرفوه الناس باللي شارك، اللي ما شاركش في الثورة في وقت نتاع فرنسا، ولو بعمليات ولو بجمع اشتراكات، واش كان يدير، كان يبيع في اللوزو، كل هذه الأشياء هي اللي تخليهم يمنعوه من الترشح، خطر الملف هذا مش فقط التوقيعات، تروح دور السيرك، سرك على روحك، راه مخليلك ديرك في السيرك، حتى باش تدير شوية أمبيونس، هاو في سطيف، هاو في عنبة، هاو في ذيك، لكن غدوة أنت يا لما تروح للمجلس الدستوري كاين ملف، فهمت، فيه عدة وثائق، فيه برنامج، فيه ملف صحي، فيه كذا، أنت تقدمه، انت ما تقولهمش باللي انا راه عندي باج في الفيسبوك، ولا راني رحت للبلاصه الفلانيه وهم هضروا معايا في التلفزيون، هذيك روح احكيها للاجايز، فهمت، ملف عندك ملف، هاي الوثيقه الفلانيه، هاي الوثيقه الفلانيه، الملف الفلاني، الملف الفلاني، ومن بعد انت تمر في المجلس الدستوري هذاك، وراهم رايحين يرفضوا لك لانه الدستور راه واضح، بالتالي درك هذا السيرك اللي راهو يدير فيه مش غير هو وناس اخرين، كله راهو يخدم في هذا الناس، لانه هما راهم موضحين المرشحين تاعهم، غير الانسان اللي اعمى الله البصيره تاعو، واضحين المرشحين تاعهم، اللي راهم كاين منهم اللي موالفين يشاركوا، ربما بالك لربما المره هذه يفوتوا اسمه ذاك عبد الرزاق مقري، وبالك شمي يزيدوا واحد معاه، فهمت، والامور واضحه، تاك تشوف انت البارح فقط القاعه البيضاويه نتاع واسمه نتاع 5 جويه هذيك كيفاش كانوا يوجدوا فيها، وراك تشوف فيها، تشوف الفيلم اليوم راه مخدوم، كاين بعض من الناس مازالهم الى الان مازالهم شاكين، اول ما تشوف فيه ذاك اللي كان يتبع في بوتفليقه في هو اللي يمشي معاه، هو حاضر معاهم ثمه، واسمه ما كان لا خوه لا والو، واش معناتها؟ معناتها حب باش يبينوا للناس باللي راهم رافضين، وراهو مطلب شعبي، راهم جايبوه من الناس من الغواط من ورقله من مانيش عارف انا من باتنا من المسيله من ذيك، معناتها باللي راهو مطلب شعبي، ما راهوش هو حاب يشارك، وما راهوش هو يحوس على الرئاسه، وانما راهو مطلب شعبي، وهي الناس تداز وهي تضرب في بعضها وهي كذا وهي على جال باش هما
يمشيوا هذيك الامور ويمشيوها. تاكد باللي اذا كان الشعب الجزائري راهو مازالوا يعني هكذا مخلي هذه الساحه، تاكد باللي ما راهمش رايحين. فهمت؟ اما هذا رشيد نكاز، هذا راهو معروف بالسيرك نتاعو، ومعروف باللي ما عنده حتى مستوى سياسي غير عند الناس اللي الله غالب الرؤوس تاعهم مكوديا. هذاك واش راك تهضر معاه؟ داكور 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 خويا، حبيت نسقسيك انت، جاوبني ديريكت صح. نعطي لك راك هنا، نقول راك هنا ولا بون، خلينا على منضبوطي، علي منضبوطي انت، علي منضبوطي، هذا راني علي تكلمت، سقسيتك، علي منضبوطي. راني مديت الرأي نتاعي عشرات المرات، وراه مكتوب وموثق، والموقف نتاعي راه مسجلة بالصوت وبالصورة. فهمت؟ أنا راني نحوس نسمع الرأي نتاعك أنت. فهمت؟ تحب معليش تسمع؟ انا الراي تاعي على بالك وشنو هو. راك تشوف هذوما الاحزاب المعارضه ايش شكله، حزب واحد على الاقل، ما ليسونسيال، واحد اللي ما يرفضوش، واحد اللي ما يرفضوش في المجلس الدستوري ويكريو حزب واحد، والناس كامل اللي راهم معارضين ضد بوتفليقي يفوتيو عليهم هكذا باش نقدروا اموان نتغلبوا على بوتفليقه، باسكو وإحنا ولا كوشمار لا اله الا محمد رسول الله، 20 سنه كارهين حياتنا هكذا. واش كنا نقولوا منذ سنوات ونحن نردد باللي لابد على جال باش الناس شارك مشاركة جماعية، انسى هذه تاع قبايلي وعربي وإسلامي ولائكي، الناس كامل لا لا تشارك من نسيت، مانيش أجل نهضر على هذا، تغيير النظام، تغيير حقيقي، مشاركة بيان سور جماعية. فهمت؟ بيان لحد سور الآن هذه الثقافة مازال ما وصلتش للناس الكل. فهمت؟ لأنك لما أنت تراهن على مجموعة من المرشحين، قال مثلا هما راهم عندهم هذه المجموعة نتاع السلطة، عندهم مرشح بيان سور وعندهم المنافسين اللي يخدموا المرشح. احنا ايوه نراهن نوع للمنافسين، هو أنك تراهن على مجموعة من المنافسين. هما ذوك مثلا كما قلتهاش في وقت سابق، لما انت تكون راك رايح الدير تاع العدو، الناس تجري. فهمت؟ هما يقدموا ناس، يقدموهم في الصف باش يضمنوا النتيجه للمرشح اللي راه محوس عليه. قدموا كيما دوك هذا رشيد نكاز، راهو يقوم بدور، ينشط يتحرك الناس، والبهاليل هذوك اللي راهم يجيبوا فيهم كلهم من اجل خدمته. قالوا دي شوفوا يا صاحبي، يا خويا شوف البلاد وين راهم مصروعه، ولات مضحكه، ولات كذا، شوف كيفاه. من بعد يخرجوا لكم ناس مش قادرة حتى تتجمع في مقهى، ومن بعدهم يروح يعمروك القاعة البيضاوية، تروح تدومهم دي انت القاعة البيضاوية ما يعطيوها لكش، فوالا ويروحوا هما كيما راك تشوف فيهم الكاميرات، الصحفيين لاعقي الأحذية، شرابين المهم، يجمعوهم ثم على مستوى الولايات من اجل اعطاء صوره للخارج. قال لك تشوفوا راه مطلب شعبي، ماهوش يعني قال راه مجموعه من الناس ولا فامي نتاعو، تشوف فيهم ما كان منهم حتى واحد باش يبينوا باللي راه مطلب شعبي، هم وزراء، هم مناضلين من ولايات مختلفه، هم كذا هم كذا، لا فامي نتاعو خافيه خلاص، ما عندهم حتى علاقه بالموضوع، هو راهم يشوفوا فيه يقدموه. فهمت؟ هذه هي وي المسألة. فهمتك. والجماعة هذو اللي راهم هما كاين منهم كل واحد كيفاه، كاين اللي هو راهو داخل على جال باش يدي مليارات، كاين اللي راهو داخل باش يدير في السيفي نتاعو قال راه مرشح، ويصير هو يلتقي بالوزير وبالوالي ويلتقي بالقنوات الفضائية وعلى باله بروحه باللي راهو مشارك في السيرك وقابل. فهمت؟ وكاينين اللي راهم دوك ما عندهم احزاب، يقول لك انا فرصه على جال باش انا نزيد نلقى ممثلين، كاين ناس اللي راهم داخلين على جال دراهم، كل واحد كيفاش راهو داخل. اما الناس اللي يحوسوا على منافسه حقيقيه ويحوسوا على تغيير حقيقي، لحد الساعه مازال منهم واحد متحرك. نعم صح هذه هي. أستاذ، يعني سقسيك يعني سؤال واحد آخر،
زعما لو كان نقولوا كاين زعما برك زوج هكذا، نقولوا زوج برك، كاين بوتفليقة كاين واحد من واحد حزب معارض، نقولوا زعما هذاك الحزب المعارض عنده 70% من الشعب فوطاو عليه، و30% هذيك بوتفليقة هكذا، شغل غلبناه ب 20% او بيان 30%، زعما يرحلوا، زعما يرفضوا باجاجهم ويروحوا بعيد، ما شكيتش يروحوا، جو بونس با. يروحوا هم يشوفوا. نقول لك اسمع، ما لو كان جات عندهم شعبية ما يروحوش هم كلا يجيبوا ناس من ولايات قادرين غرب العاصمة برك يديروا نداء في 24 ساعة تطرطق القاعة هذه. فهمت؟ هاك شفت انت مثلا في التسعينات القاعة البيضاوية ما يقدروش يديروا فيها، كيديروا في الاستاد في 5 جويلية ايه فوالا الناس اللي عندها شعبية. في الصطاد في الصطادات القاعة متكفيش خاطر لا الشعب كاين تجذر شعبي وناس تشارك. هادو قاعة مغلقة مخيطة، المدعوين راهم جايبينهم حاسبينهم على بالهم بيهم من ولايات مختلفة ويحطوهم ثم من أجل تسويق صورة معينة. وكحنا إذا كان حبينا نديرو تغيير حقيقي، التغيير هذا ما يقدر يديرو لا حزب ولا مجموعة أحزاب، لازم الشعب كامل يشارك فيه. والشعب باش يشارك، الشعب ما يشاركش في المهازل، شعب لا تلتقي الأمة على الضلالة. فهمت؟ تقدر تكون فوالا منطقة، تقدر تكون ناحية، يقدروا يكونوا مجموعة، يقدروا عدة مجموعات، لكن الشعب كامل باش يلتقي، باش أنت تلم الشعب كامل، شعب مين لا يلتقي على الضلالة. لا شعب انت باش ما انت هو صح يشارك، شعب باش يشارك كامل لازم المرشح يكون نابع منه. هاك تشوف انت درك دون هو انه نعطيك الاسماء، كاين واحد قبل 15 يوم كانوا الناس يشوفوا فيه شوفة، الان بمجرد موقف منه يولوا يشوفوا فيه شوفة واحد اخرى. هذا مازال ما ولاد ما عنده لا مسؤولية ولا راهو يسير في امور ولا لماذا؟ لانه ما راهوش يدير في اشياء اللي هي خارجه من الشعب، راهو يتصرف بالاهواء تاعو. والشعب راهو يشوف فيك وراهو يراقب، بمجرد هو بيان انك سور انت يشوفك باللي ماكش في المستوى يقول لك راك تلعب على راك، اي امشي تلعب. ديريكت فوالا اكزاكتومون هذه صح كيما اللي غديري على حساب هدرت وعلى حساب كيفاش راني نشوف. غير سمعت باللي في وقت العشرية السوداء كاين كان جينيرال في الوقت هذاك، بون هو دوكا جينيرال متقاعد ولا شي با، مي كي تشوف هكذا في وقت العشرية السوداء كان في الكومبلو هذاك، ودوك رشحت روحك انا نفوت عليك مريض تمام بولتا ها المهم الأخ الكريم، راهم كاين إخوة آخرين راهم هذا ينتظروا، شوفوا الطرب لك بيان سور نعطي مرة. الفرصة شكرا اخرين بارك الله فيك يا ربي استاذ لا يبارك فيك. بروشون شكرا. المهم الإخوة الآخرين، ماذا بي على جال باش فقط من خلال المشاركة نتاعكم هو أنه يعني ما تطولوش بزاف الوقت، 5 دقائق يعني بزاف، كل واحد يدير مداخلة وما تسألونيش أنا، لأنه لما كل من ما تسألوني نولي وربما زيد ناخذ وقت بزاف. شوفوا ترى حمدان بعد نجي لك عايز. كاين إخوة بزاف راهم يطلبوا، اصبروا شوية. السلام على الأخ أحمد، وعليكم السلام. وش اخبارك يا استاذ؟ والله لبس الحمد لله. الحمد لله ربي يحفظك يا اخي ما راك مع طلعتش، المقاطعه دي. يا اخي ما طلعتش يا السكر اليوم برك. والو والله غير واش نقول لك، والله ما بغيت ندقق غير هكا سطحيا برك سطحيا برك، ما شفت حاجه واحده تاع البلاد هذيك تاع جيت مع اصحابي جيت مع جماعتي، جماعة ما مش عارفين كاع وراهم رايحين، والله ما عارفين وراهم رايحين، ربي يهدي برك. واش نقول هو استاذ، ما المقاطعة بعد ما فيهاش كلام، مقاطعة ومعها الخدمة تاع طول ماشي قال ما نستناوهاش في هذا إذا لازم الناس أولا تعرف الوجهة نتاع النظر تاعك أنت ووجهة النظر تاعنا، كنا نعالج باش تقنع الناس. ايوه يا ترى المشاركة واش نديروا في حالة المقاطعة، واش نديروا في حالة في المشاركة حالة واش دير؟
على جال باش انت تدي، انت لماذا انت تدخل في الانتخابات؟ تدخل من اجل على جال باش باش دعم واحد، تغير هذا النظام، ايه باش دعم مترشح على مترشح ايا كان. باش انت تغير النظام لازم طريقة اللي تغير بها النظام. وفي حالة المقاطعة ما تشد تروح تقاطع وقال جي في الدار تاعكم وصاي، قال انا ما نروحش نشارك وخلاص، ما درت والو، لانهم راهم رايحين يستمروا. اذا ايه بصح في الظروف هذه المشاركة ما تقدرش تغير. لازم تكون لها الشروط على جال باش تنجح. وفي حالة المقاطعة لازم بديل. انا نقول لك الظروف هذه ما تسمحش باش تبدل، واش راح تبدل زعما اذا كان دعمت واحد على واحد؟ ما تديرش بيان سور. ايه يعني اذا كان شاركت في هذه الظروف ما يسمى راك تدعم فيهم، راك عاطيه مانسوتيان باش يخدموا، قال بلي فوالا تضفي الشرعيه للانتخابات الى شاركت، هما راهم يحوسوا على الشرعيه. اذا كان شاركنا باش نغيره هما ما يحوسوا على المشاركه تاعك، ومن بعدها يخدموا كما يحبوا، يعني كما يقولوا يديتورنيوها هذاك الراي تاعك، يديتورنيو كما يبغوا. واذا قاطعت هي الارجح المقاطعه، المقاطعه ومعها البديل، هذا هو. هي الارجح، ارجح المقاطعه، خاطر لانك راك تضفي في الشرعيه على الانتخابات اذا كان شاركت، والمقاطعه على الاقل راك بديت رايك باني غير موافق على هذه المهزله، واون باراليل تكون كاينه خدمه نتاع ناس عقال، ماشي تاع فوضى، ولا كيما الناس اللي تقول العصيان، ولا يعني حاجه يتشاوروا عليها الناس اللي لاحقه المستوى نتاع. راه اليوم الذبان بزاف يا استاذ، هيا ما كاين فيها راك مخين. لا لا نشوف في التعليقات ما راهي باش تربيو نشوفش خلاص. اليوم بزاف انا. المهم انت يا اذا نركب مع الفكرة هذه نتاع المقاطعة. المقاطعة ولا المقاطعة هذه، المقاطعة انا شوف صراحة يا استاذ ما نقاطع فيك، من ال 96 ما رحتش الصندوق، من ال 96 99 ما رحتش، لاني مانيش موافق على هذا الرأي. يعني انا على بالي الانتخابات هذيك تاع التاليه هذيك تاع صافي، تزوير واضح، ماشي قال تزوير مخبي ولا في 96، تزوير واضح يعني للعيان ليها، بعد ما اقتنعت باللي ما كانش ديمقراطيه، ما لا مكان عليها نعطي صوتي انا الناس اللي انا اعطيه احمر يتبدل يولي ازرق، ما انا مانيش مقتنع بالسياسه هذه. إيه بطبيعة وزيدك الحال. حاجه يا استاذ، لا بريسيون اللي راه صار يعني الناس درك هذه الايام، المهم كاينين خاوة ثم، راهم خوة في الجزائر، تواصلت معاهم على الموضوع، قالوا لي لا بريسيون واللي تبان فيه الريحة يا أستاذ، خاصة أنا مش نهضر لك على العامة تاع الناس، نهضر لك على الناس اللي عندها مصالح، ماشي العامة يعني قال خدامة سالاري ولا كذا، نهضر لك على أن أنتربرونور امبورتاتور، يعني انسان اون دافير عموما، شموا فيه الريحة يمو فيه الريحة، يعني الريحة برك نتاع المقاطعة تحط عليه رابور، يعني نقول لك يا استاذ بالرسمي هذا راهم بالاسماء، انا نقول لك بار اكزومبل غردايه فيها اشخاص باينين في البلاد قال عندهم وكذا وكذا وخدامين، يعني اذا كان بان فيه ريحه مقاطعه والله ما يزيد يمسها الخدم، والله بروجي ما يزيد يديه، وهكا يعني قالت لهم ديريكتومون، ماشي قال بمعنى ولا راك تقاطع انسى الخدمه، يسمى هذه لابريسيون للناس، الناس اللي قال برزاقها تما تتحتم باش يبين، يمكن اوفون راهو ضد بصح في الظاهر تاعو يبين باللي راه معاهم، وكي تعود الناس ظاهريا داعمه تعود الناس تبع، ورغم ان الاغلبيه تاع 99% من الشعب العادي راه كونتر، لا اللي جاهل يعني رغم الجهل تاعو بصح راه كونتر، لانها مهزله هذه، انسان مريض ما يقدرش حتى يسير اموره الخاصه الشخصيه، يعني شخصيه راني ما يسيرش بلاد، والله ما يقدر يسير، الناس تكون في المستوى، قول لي اذا كان دايرين بريزيدون بار انتيريم يعني رئيس بالنيابه هو دايرينه في الواجهه، ديروه رئيس شرف، ديروه رئيس شرف يخلوا، وديروا لنا رئيس هو اللي يصوم، ماكمش باغيين احتراما كما قالوا احنا كما باباك واحتراما له وكذا، معليش خلوه رئيس شرفي كما راهي الملكه في الانجليز، ما تاثرش على السياسه نتاع البلاد، ديروه رئيس شرفي وديروا لنا رئيس هو اللي يسير، يعني هو اللي رئيس
يعني هو اللي يمثل البلاد. اذا كان هذا بغيتوا تحترموه احتراما له، هذا رايي والله اعلم، وانه ما نرجحوش في النظام الحكم تاعنا احنا. مي باغي نقنعوا الشعب باللي هذا خوينا، بغينا نحترموه ونحطوه في بلاصه اللي في المستوى نقدروه، ماهوش باش نحطوه واجهه ونتخباو تحته. هذه راه الجاهل والعالم يعرفها، هذه عامه الناس. لا احمد مانيش حاب الوقت نتاعنا يروح تسمى يضيع في الهواء، مش نحوسه. هو ان نركزوا على نقطتين في حاله في حاله المشاركه واش لازم الناس تدير، في حاله المقاطعه واش لازم الناس تدير. انا عندي الراي نتاعي في هذه المساله، ولكن حاب نسمع الراي نتاعكم. فهمت انت راك مع الفكره نتاع المقاطعه؟ اذا انا فكره والبديل واش هو؟ البديل العمل، العمل على تجنيد الناس وتوعية الشعب، هذا هو. هذا ما يسميش تعطول يعني لمن... هذا هو اللي كاين، هذا اللي عندنا يا أستاذ، نخدموا قاعدة شعبية وخلاص. المهم شكرا للأخ أحمد، نمر الإخوة آخرين. ربي يجازيك يا أستاذ. ربي يبارك فيك. شوفوا ترى شوفوا ترى عيسى. المهم الإخوة حاولوا أنه فقط ما تطولوش في الوقت باش تخليوا إخوة آخرين يشاركوا، وما ما يعني ما تدفعونيش باش كل مرة على مرة نأخذ الكلمة ونصير نشرحوا. هذه حاب نسمعكم، اللي عنده رأي في هذه المسألة يجي. أصبر الأخ رامي ذوك نطلعكم بالواحد إن شاء الله. شوفوا ترى مع الأخ عيسى. شوفوا جماعة كندا بالك راه الشمس مازالت عندهم ثم. أخ عمار صبر شوية. للأسف الشديد الأخ عيسى هو عندك مشكلة من عندك. شوفوا ترى هذا الأخ زكي. السلام عليكم. زكي مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله. من راك تكلم فينا الأخ زكي؟ الله يبارك فيك. من تبسة. من تبسة. مرحبا بك الأخ زكي. واش تقولنا في الموضوع تاع اليوم؟ مع المشاركة ومع والله مع المقاطعة؟ والله لازم مقاطعة قبل المشاركة. لازم نقاطعوا العهد ذا اللي ما هو يقول لك جبهة التحرير أعطيناك عهدة. نحن لازمنا يلفو رومبر سو باكت هذا اللي أعطيناه لهم. لازم أنا الفكر تاعي لازم يخرج الشعب قبل الانتخابات يعلن بصريح العبارة أنه راح يقاطع جبهة التحرير، بس باش حتى إذا وقع تزوير أغلبية الشعب راهو مقاطع جبهة التحرير، ويشارك كي المشاركة تاعو تكون أبار جبهة التحرير. هذه لازمتنا ثورة. هذه أي دولة مرت على الأمور هذه، الدول تروح الدول الأوروبية، تروح لفرنسا، ثورة نابليون، لازم دولة تفوت على ثورة. نحن حاليا لازمتنا ثورة قبل الانتخابات، لازم يخرج الشعب بكلمة واحدة أفلان السلام عليكم. هذا واش لازمنا نقاطعه قبل المشاركة. واللي حاب يقاطع في وقت الانتخابات هذاك راه غلط، باسكو المقاطعة تاعو راح تتحسب له، راح يتلعب لي، مش راح يفوتي، راح يزوروا له ويتحسب فوتي. انا بيرسونيل مو راح نفوتي، ما زلت ما خممتش. كاين اللي يقول رشيد نكاز كيما قلت انت قبيل لم يكتسب جنسية قط، ما يفوتش. هذا شفت بعد ما يلم الاستمارات وكلش ويدفع المجلس الدستوري راح يشوف وينظر في المادة، ما على باليش وقيلاني قاريها حتى انا 189 ولا 100 نسيت اكزاكتومون تاع المادة 87 اعتقد، مادة 87 يقول لك لم اول طلب لم يكتسب جنسية أجنبية. يعني ما لازموش أنه يكون اكتسبها أصلا، لم يكتسبها. يعني حتى يكون اكتسبها ونحاها سيبون، لازم تكون عنده غير جنسية جزائرية فقط، جامي دير جنسية واحدة أخرى. يعني رشيد نكاز فوتنا منه. باش نرجعوا لموضوعنا تاع المشاركة والمقاطعة، أنا قلت لك أنا مشارك
وحب المشاركة تكون قبل المشاركة تكون مقاطعة، لازم الشعب يخرج ويقول هالكلمة هذه. أنا بيرسونيلمون هذا هو الرأي تاعي، ويا ريت يديروه، باسكو لازم الشعب هذاك الواعي، هذاك الطرف اللي قعد من الشعب الواعي يخرج يديرها. الله غالب جهلوا الشعب، هاك تشوف في القاعة البيضاوية الشعب جهل، صاي جهلو الأعمال على ربي. أنا المهم هذه هي الله يبارك فيك. الرأي تاعي، نعم، حبيت شكرا تعلق عليه للأخ. حاول عليه. لا دوك ماذا نسمع شنو لكم، تعلق عليه؟ دوك نسمع. ما أشوف، نقول لك أنا قضية هذه نتاع المقاطعة والمشاركة، لازم الإنسان يدير حسابات في حالة المشاركة ها واش لازم، وفي حالة المقاطعة ها واش لازم. قضية نتاع الثورة صعيبة صعيبة في الظروف اللي احنا الآن رانا فيها. بصح والله المهم، لازم يا أستاذ، من بعد إن شاء الله لازم. نمد الرأي تاعي في هذه القضية هذه. شكرا للأخ زكين، نمر للإخوة آخرين. عيسى، راني عطيت لك المشكلة راها من عندك الأخ عيسى، وبالتالي نزيد نعاود نعطيك فرصة واحدة أخرى قبل ما نمر للإخوة آخرين. إذا كان عندك مشكلة في الخط تاعك، واش نديرو لك صاحبي في كندا وعندك مشكلة في الخط تاعك؟ نورمالمون كندا تطلع دار نهار كامل، وانتم كندا والتطور والتكنولوجيا آية أو مقلم خلاو كي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. دار نهار كامل انتم كندا لاباس؟ والتكنولوجيا، كندا والتكنولوجيا، خط تاع انا الانترنت تاعك لك ما عنديش الصوره مضروب. بتاعك، راك يعني تشوف فيها مشكلة مليحه. أني نشوف فيك جيدا، الو، ايوه أني نسمع بصح فيك. ما نشوف. ياك تشوف صح، كندا والخط نتاعو مضرب عليه بالجليد. يا الله يا كريم. نعم، شوفوا ترى هذا الأخ كريم، ساعدوني. ايه الاخ الكريم، ايه صح، قضية نتاع الجنسية مهم عنده. فهمت، مهم عنده الجنسية هو، والقانون راه واضح، المادة اعتقد 87 من الدستور تقول لك لم يتجنس بجنسية أخرى. انت التفسير تاعك روح شوف محامي، ولكن المسألة ما راهيش غير واحدة. كون جات درك القضية نتاع الجنسية، قال راه كاينة أمور واحدة أخرى. الأخ كريم مرحبا بك. للأسف الشديد الأخ كريم هذا عنده مشكلة في الخط تاعه. شوفوا ترى هذا الأخ رشيد، أخ رشيد بالقندوز، عندك مشكلة في الخط. شوفوا مع الأخ نفس الشيء. شوفوا هذا الأخ خالدي، شوفوا هذا كادر، يا ودي قضية تاع التفسيرات في الشرع العراقي. أخ كادر السلام مرحبا عليكم بك. استاذ. وعليكم السلام مرحبا، ورحمة السلام عليكم. الله يبارك فيك. الله يعاونك من استاذ. راك تكلم فينا الأخ الكريم؟ من وهران، من ولاية وهران. مرحبا بك، مرحبا بك الأخ الله كادر. يسلمك. واش تقولنا الأخ كادر في الموضوع تاع اليوم؟ في الموضوع تاع اليوم أمر حساس، نعم، يعني احنا فئة شباب وجناس هنا في الجزائر، اللي تكون عندنا شخصية قوية نفردوها، حنا نفردوها معطيات راهي كاينة. راني بارطاجي صور في فيسبوك، اللي يفهم يفهم، اللي ما فهمش يدبر شكون يفسر له. اللي قلنا قاع نفوتو ونكونوا رجال، خاش هذاك انا معدو جزائري، نعم عندي جنسية، عندي نعم باسبور، عندي قالوا تاعك تاعي عندي، تما انا راني مسجل
واجب عليا باش نسجل نخرج كارطة تاع الفوت. انا في حياتي ما فوتيت، خطرتي الاولى راح نفوتي ان شاء الله. الأخ كادر، شوف ما تدخلناش في التفاصيل، خلينا في الموضوع. أنت راك مع المشاركة ولا مع المقاطعة؟ إذا راك مع مع المشاركة المشاركة أعطينا علاش، لماذا راك مع المشاركة؟ إذا كان رجل مثلا أنت تدعم مرشح النظام أعطينا علاه. إذا كنت أنت راك تحوس على واحد معارض من أجل التغيير، كيفاش تكون المشاركة في ظل هذا التصوير وفي ظل فرض الأمر الواقع؟ في حالة ما انت راك مع المقاطعة اعطينا علاش، لماذا اعطينا كيما نقولوا لي زارغيمون، ادلة لما انت تكون مع اعطينا علاش، لما تكون ضد اعطينا علاش. انا عندي استاذ الكريم، راني نسمع في واحد الشخصيات عندهم ميزان ثقيل في جميع المجالات، سياسية الاقتصادية العسكرية شؤون الأسرة، هاد صوالح المفهوم تاعهم راه باين. حنا الى قلنا الحاجة الاولى كون نديرو كاع حل سلمي، كاع ديريكت خيرو رئيس وكل واحد في بلاصته، كل واحد وخدمته، كل واحد المشروع تاعه، 10 سنين نقدموا اللي ما تقدمناش حنا اللي بالك في 40 سنة ولا 50 سنة. شوالا تكون العدالة مستقلة، هذه تفاصيل، شني هذه تفاصيل، هذيك تفاصيل. احنا الان رانا امام يعني عده ايام، ما بقاش بزاف الانتخابات. الان راهم فيه مجموعه تقدموا، يعني على طرف هذ الناس اللي راهم دركم تقدموا، راهو راح يحصل تغيير. يعني على طرف هو انه راح تكون استمراريه بهذا الشكل اللي راه موجود، بهذا الحاله الصحيه انت بوتفليقه اللي راه الناس كامله على بالها بها. يا هل ترى انت مع المشاركه؟ ما هي الاشياء اللي تخليك انت هو انه تكون مع المشاركه ويكون هناك تغيير، والا انت راك مع الاستمراريه ببوتفليقه او بغيره، او انت راك مع المقاطعه؟ ما هو البديل؟ لو كنت لما تروح تقاطع قال قاطعت لي الأسباب التالية، كاين تزوير، كاين كذا، كاين كذا، كاين كذا، كاين كذا، وهاو البديل باش يكون. وأولا أنا راني من ناحية راني مع المشاركة، مقاطعة هذه خسارة غير لينا والجزائر، وينهم خسارة. الناس اللي، وينهم الناس اللي راك تشوف فيهم؟ ها الناس اللي راك تشوف فيهم هم باش باش تشارك تنتخب عليهم ولا تمشي معاهم وتشوفهم من انه راهم يحوسوا يديروا التغيير. كان أولا دكتور علي غديري ايوه اللي صارحته لمدعماته الأستاذة المعروفة زبيدة عسول، ثم راه كاين هيكل، كاين هيكل اللي باغي يخدم البلاد، وهذا شنا من الصراحة تاعهم رانا نتبعو فيهم اليوم شنو يقولوا، ورانا نولوا للماضي شنو كانوا يقولوا. واش من الماضي واحد ما يعرفه هذا واسمه هذا علي قديري، سياسيا حنا راح تخلق انا لهم واحد من تضاريس. اللي انا واحد من الناس سياسيا ما مشي متمكن غايه، راني هنا بديت تبع في امور تاع سياسه وامور تاع بلادي وامور. ما انا عنده حتى علاقة بالسياسة هذا علي قديري، وهذيك راها كانت قضية في التسعينات يعني، وفي وقت من الأوقات راها مشاركة هي لما الناس انقلبوا على الإرادة الشعبية، هي راه واحدة من الناس اللي عينوها في المجلس هذاك الانتقالي. فبالتالي هذه الأغنية هذه ربما تمر على ناس آخرين، هذه ما عندهم حتى علاقة بالتغيير، هذو راهم واجهة واحدة أخرى من أوجه نتاع النظام. تحب كي الله يجاوبك. تساندهم ولا تمشي معاهم؟ الله يسهل عليك، تشارك الله وانا يسهل عليك، رأيي تعال باش تجي هذه تقول. رأيي، طبعا طبعا انت في من حقك، وبصح باش ماشي انا تتكلم. ماشي نقول حتى الواحد. عذرا اسمح لي، تفضل. انا مانيش نشط لهم في الحملة الانتخابية تاعهم، ولا عندي هكا لي زافونتاج معاهم. انا راني نمد في رايي كيما انت راك تمد استاذي الكريم، راك تمد في رايك، انا تاني نمد في رايي، وان شاء الله نتقاد بوحنا في الريان تاعنا ونبنوا الجزائر
درابو تاعنا احنا نحوسوا على العلم، ما نحوسوش على شخصيه مهما كان، شخصيه فلانه ولا فلانه ولا فلان ولا فلان. انا بويا زيد في الـ42 ما نقولش مجاهد، فهمت المغزى؟ إذا ثم أنت الى بيت تخدم مرحبا بك، ماكش بيت تخدم خلينا وخر. باش نختصر الحديث باش نمر الإخوة آخر. إذا أنت راك مع المشاركة مع المساندة نتاع اللي غديري، راك تشوف فيه باللي هو اللي راهو رايح يدير التغيير. إن شاء الله. أوكي، شكرا الأخ الكريم، شكرا أستاذ، شكرا شكرا. الأخ كادر. نمر الإخوة آخرين، شوف ترى هذا الأخ يونس. المهم الإخوة، ماذا بكم باش تختصروا الوقت ويكون الواحد واضح في الأفكار تاعو. الأخ يونس مرحبا بك. للأسف الشديد شوفوا هذا أخ اللي ترمز للاسم نتاعك بخير الدين، أعتقد أنه عندك مشكلة. شوفوا ترى هذا الأخ اللي يرمز للاسم نتاعه بفركوس. الو الو، الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك الأخ فركوس. فريد من إيطاليا. مرحبا بك الأخ فريد. اوكي، عايشك استاذ نور الدين. المهم نحييك قبل كل شيء استاذ نور الدين، الله ومن بكري يبارك فيك. ديجا شاركت معاك. المهم كان القضية ساعة تفكر شوية ما في عنديش السكايب، مشكلة. على بالك نتفكر اكثر ايه في سكيب السكايب. تفكر اكثر. ايه ايه في السكايب سما هكذا، لو كان ما تشوفش الوجوه ما تقدرش بالسكايب، تسمى الصوت برك وتكون مركز بزاف على الصوت. وحتى عندي تسمى طريقه اللي نعرف بها الناس، كي يشارك واحد مره واحده على السكايب نعرفه. في ما تعرف الفيسبوك شويه مش شوية ديفيرون، صح فعلا. لازم لي وقت باش هو الإخوة نميموريزي. والله واش باش تظن في نختصر، الموضوع باش تاع اليوم؟ نختصر الموضوع نتاع اليوم أستاذ نور الدين. يعني طويل بزاف باش نحكيه، وبصح باش نختصره، يعني نحوسه نختصره باش نقدروا نهضروا فيه. درك نحكيه من الأمر الواقع، درك الوضعية اللي راهي فيها البلاد درك حاليا، الوضع الجزائري حاليا معقدة بزاف ومبنية على العوج من بكري. ألور باش نحكيو فيها ونفصلوها واحدة نقطة بنقطة صعيبة بزاف. المهم نوصلوا للأخر، للخلاصة. الخلاصة نتاع الشعب الدركي الأخ نور الدين، العام العموم الناس راهم يشوفوا باللي راهي البلاد ماشي ماشية في الطريق الصحيح، وفي خطر وكاين وكلش. نعم بصح من الناحية السياسية راني عندي إحساس وأننا لازم نبدأ من السنة الأولى ابتدائي سياسة شوية، ما تلفع لأن غالب الناس تلفع ليها، ما صح قارينش صح ايه التاريخ، ما قارينش التاريخ. احنا عندنا ما نروحوش البعيد، خلينا من الحرب التحرير، خلينا ما نروحوش الستينات. احنا عندنا في التسعينات هنا برك في الانقلاب اللي داروه على الانتخابات، من تم بدات المشكله، وهي المشكله هي من قبل، بصح نديروها من المشكله من التسعينات، من الانقلاب على الانتخابات. اوكي، يقول لي هذا علي غديري. علي غديري ما نعرفوش، احنا ما نعرفوش، خلينا من الاخرين، ما نهضر لا على سبيسيفيك ولا هذا كيف اسمه تاع المغاربيه، ولا نهضر غير على كيما نقولوا اسم هكا شويه نقاز هذاك كم قاعد او قاعد ينقز. المهم والناس نورمالمون الناس تفت فيه تعرف ليه ليه واضحة، ما نحتاجش نعرفه، نضرب زوج طلات للفيس لليوتيوب نفهمه، زوج طلات والله والله ما نزيد الثالثة، نعرفوش شكون النقاز هذا. وسائل البحث كاينة وسهلة، والناس ما فهمتش علاش يدوخوا هكذا بزاف. نولي لهذاك نتاع المغاربية تاني كيف كيف، هاو البارح كان هاو اليوم بعد يتكشف في روحه في روحه. وبعدها مازلنا الغديري ويقولوا عزوا الهادي، عزوا الهادي واش راه نقول لك، حنا عندنا حريه، انا نقولها بحريه مجرمه. هذاك الغديري كان على السكري وهاو مازال هو على السكري، مازالت الاطراس نتاع الكاسكيطه كيما قلت النوردي مازال في جبهته، واش نستناو منه؟ الور كاين هادي، كاين صراع بيناتهم ولا صراع مختلق ما يهمنيش انا، يا صراع صح فعلا ولا صراع مختلق بيناتهم، يبقاو ديما هما هما. إلا كان هذيك تفاحة
وتقسمت هاي نص نص، نفس هي نفسها تاخذ التفاحه نص الاخر ونص الاخ الاخر. فريد، انت راك مع المشاركه ولا مع المقاطعه؟ انا بصراحه استاذ، بصراحه انا مع المقاطعه الايجابيه كما قال السيد هذاك اللي من قبل، اللي قال مقاطعه كيفاه؟ لازم. كاين المقاطعه السلبيه وهي في النظام الحالي كما هكذا ينتخبوا في بلاستيك ولا ما على باش واش يديروا، والمقاطعه الايجابيه هي المقاطعه ما ننتخبش بصح لازم ثوره، لازم ثوره، لازم ثوره ولا مفر منها يا استاذ نور الدين، ولو في الوضع الحالي صعيبه، لا هي صعيبه كنت بزاف. كن يعني تسمى يكون حولها كما نقولوا اجماع، فهمت؟ يعني إجماع فعلا. مجموعه من الناس، هو انه يعنوا مقاطعه ولا حزب سياسي ولا، وما عندهم ناس يمرهم ويمشيهم ما يهموش فيك. لكن لو كان يكون فيها اجماع وتكون كاينه حاضنه شعبيه، بمعنى انه تكون كاينه فيه مقاطعه وفي نفس الوقت طرح بديل، وتمشي الناس يعني تكون مقتنعه، قال مثلا مقاطعه ومعها قال مثلا بدايه انت عصيان مدني، ممكن فيما بعد انت تفرض الواقع. ولكن قلت لك يكون اجماع، ماشي انت قال واحد ولا زوج ولا، باسكو النداءات هذيك شغل كيما نقولوا المحرقه هذيك اللي تفشفش في الماء، ما عندها حتى معنى، عندها حتى مفعول، ويبقاو هما هو مستمرون لخاطر هما راهم رايحين يحركوا القنوات تاعهم، رايحين يحركوا الوسائل اللي راه عندهم، يبداو هما يشفي شيطانة الناس، هم يحوسوا على خلا البلاد، وهم يحوسوا على كذا، مع انه هما اللي راهم يدفعوا في الناس ليها. فعلا فعلا هذه صح. هو انا نحكي باغ اكزومبل، تكون نحكي على ثوره فجائيه وعارمه، 48 ولايه في الشارع، ما قلنا لا تكسر لا تهراس لا، خلينا لي شاكال اللي ديما يكونوا كاينين بعض الكعبات بصح ما عندهم وين يروحوا، كي يقعد الشعب واعي والله لي بوجي يقبضوا كي الفلوس. بس نحكي على 48 ولايه، لا بغى يومين، يومين برك، ما نقولش شهر ولا هما في الشارع ولا، يومين غير زوج ايام برك، 48 ولايه الشعب كامل برا. خلينا من 2000 ولا 3000 ولا 100 ألف هادو العمال والموظفين ولا نتاعهم اللي راهم يوكلوا فيهم، هاو صفروا لهم 5 دقائق عمروا هذيك يسميوها اليوم المهزله هذيك اللي في قاعه حرشه ولا في البيضاويه ولا ما ادريش. المهم راهم حاكمين في الناس، قالها بالعمل، وكما قال السيد درك هذاك اللي قال لك كاين ضغوطات عليهم على كل حال، على الشعب هما اللي يوكلوا فيهم، الدولة العميقة في يدها كلش، كون تقطع عليهم الزيت والسكر والسميد خلاص الناس تضيع، يا اخي في يدهم كل شيء استاذ نور الدين، نعم حاكمينهم ريفيتاي ما في يد النظام هذا، كيفاه نعم يقدروا يجوعوا الشعب في 24 ساعة يجوعوا الشعب. المهم نعم على كل حال استاذ نور الدين، ها كمل. قلت لك عندهم، هما عندهم الوسائل تسمى الناس، على جال باش انت دوك لما تختار خيار من الخيارات هذه، الخطر دوك انت الانتفاضة هذه ولا المقاطعة، راها تعتبر سلاح، ولكن انت لازمك تعرف تستعمله في الوقت المناسب، وتكون عندها وسمو، عندها تداعيات. انت دوك لما راك راح تدخل انت في انتفاضة ولا وسمو، لازمك تعد لها العدة، ماهيش قضية نتاع قال رغبة ولا نتاع نداء ولا نتاع كذا. ايه صح وفي صح المقابل صح كيف كيف، في المقابل نتاع المشاركة في الانتخابات نفس الشيء، يعني مش مجرد انك انت تروح ترمي الصوت نتاعك في صندوق الانتخاب وقال راك شاركت، فهمت؟ هي لازم الواحد يحسب لها حسابات، ولازم هو انه يحصل نقاش بين هذا الناس المؤمنين بالتغيير، فهمت؟ لخاطر بدون هو انه يحصل نقاش، بدون هو انه يكون هناك رأي موحد حول الموضوع هذا نتاع الانتخابات، سواء بالمشاركة او بالمقاطعة، ما راه يحصل حتى تغيير. لا لا فعلا فعلا، انا معاه بار اكزومبل. انا هو ما كانش كيما افضل من المصالحه الوطنيه الشامله، هذه اكيد نعم
هذه ما كانش بديل ما منها تديرها في ظل هذا النظام، هذا امبوسيبل في ظل النظام هذا، ما نقدروش وعلاه استاذ نور الدين، علاه باغ اكزومبل احنا اللي رانا برا باغ اكزومبل في الخارج، علاه من اسسوش ولو اجتماع بسيط جدا في سويسرا ولا هنا في ايطاليا ولا في حتى في فرنسا، نكري ملعب صغير كيما هكا ونتلاقاو فيه بحال رايحين نديروا مقابله نتاع كره قدم ونتلاقاو فيه ونناقشوا الموضوع نتاع بلادنا. ان شاء الله ان شاء الله. هو ان الناس اللي راهم درك راهم يامنوا بالافكار هذه، مع الوقت يكون هناك تواصل ونقدروا ان شاء الله فيما بعد. احنا حاولنا عده سنوات ولكن للاسف ما كانش عندي انا الامكانيات. لازم نعاودوا نتجمعوا، لازم نكمل المحاوله استاذ، ولازم نكمل المحاوله، لازم نلقاو حل، لازم نلقاو الحول للبلاد، على خاطر شهادو في النظام اللي راهو حالي درك الوضع الحالي كيما هكذا مستحيله استاذ، على خاطر هما دايرين متحكمين في الاحزاب، متحكمين في الجم، حتى هذوك نتاع المواشي والرعاه يتحكموا فيهم ويجيبوهم، والممثلين وداروا واحد الفيلم هاو ممثلين جميع فئات الشعب راهم حاضرين ويطالبوا في 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 بوتفليقه، يعني كلش في يدهم. نعم، شكرا للاخ فريد، نمر الاخوه اخرين. شوفوا ترى أخ عمار، بالك لعله تقدر تطلع. عيسى راني عطيت لك فرصة مرتين، واصبر راهم كاين إخوة راهم في القائمة، عندك الخط نتاعك ضعيف، بدليل هو أنك أنت كنت نتكلم معك كنت تقول لي بلي مانيش نشوف فيك، أو عندك خالد في الهاتف نتاعك. مرحبا بك الأخ عمار. اهلا، حاولوا ان تكون في مكان واحد باش يكون الخط تاعك مليح، يكون عندك لا كونيكسيون مليحه باش ما تقطعش، لي خطر على بالي باللي راه عندك لا كونيكسيون ضعيفه. اسمع فيا استاذ. تفضل، نسمع فيك، تفضل الاخ عمار. السلام عليك استاذ وعلى المشاهدين الكرام. وعليكم السلام. استاذ انا مع المقاطعه، يعني مع المقاطعة. أنا مع مقاطعة الانتخابات. نعم. يعني شوف فيها مهزلة. الانتخابات القادمة عبارة على مهزلة. أحسن حل هو المقاطعة والعصيان المدني. العصيان المدني يكون بقيادة معارضين للنظام هذا. يكونوا في الخارج. يجمعوا بعضهم ويديروا حتى هما برنامج المقاطعة. كما رانا نشوفوا في البرامج الاخرى نتاع الرئاسيات نتاع المترشحين، يديروا لنا برنامج للمقاطعه وندخلوا في عصيان مدني، وهذه مجموعه المعارضين قادرين يدخلوا للتاريخ مثلا. هذه كفكرتي، قادر نكون مصيب وقادر نكون غلط. مجموعه تاع المعارضين يأطروا الشعب باش يدخل في العصيان المدني. وانا ضد المسيرات وضد الاحتجاجات، لان المسيرات والاحتجاجات راح دير مواجهه، راح تدي البلاد للهاويه. نعم. بكل صراحه، نعم، تدي المواجهه. نعم، لانهم الناس هذم يا احنا يا نحرقوا الجزائر، هذا تفكير، يا اما احنا يا اما. ولهذا مجموعة المعارضين هذم قادرين يدخلوا للتاريخ مثلا، يأطروا الشعب، وفي نفس الوقت باش الشعب يدير فيهم ثقة انهم يقولوا للشعب باللي مناش حتى بعد كي نروحوا للتغيير مناش رايحين نتولوا حتى مناصب، رايحين نبقاو مدى الحياة مراقبين للناس اللي رايحين يكونوا إطارات في الدولة حتى بعد التغيير. نعم، هنسمع. هذه كفكرة عندي. نعم، شكرا للأخ عمار، الفكرة نتاعك واضحة. ثم نترك مع المقاطعة، لابد أن يكون هناك ناس اللي هم يأطروا هذا هذه المقاطعة. نعم، أمر تاعك راه واضح. شكرا، شكرا للأخ عمار، نمر الإخوة آخرين. نزيد نعاود نعطيك فرصة واحدة أخرى عيسى، بالك لعله تقدر تمر هذه المرة.
المهم نذكر كل الإخوة والأخوات أننا على المباشر الموضوع تاعنا هو حول الانتخابات الرئاسية في الجزائر بين المقاطعة والمشاركة. ماذا بنا على جال باش الإخوة تساهموا معنا في هذا النقاش ولو أننا في وقت متأخر من الليل. المهم الإخوة اللي راهم موجودين في كندا وفي أمريكا ربما راه مازال عندهم متسع من الوقت على جال باش يشاركوا معنا. الإخوة اللي في الجزائر على بالي باللي راهو راح الوقت. عيسى أتمنى هو أن المرة هذه يكون عندك الخط تاعك مليح. جيب تليفون مليح انا نحكي لك. اسمع شوف ترى هذه جزائري هذا عيسى شتلا عيسى ضغط راك مشكلة تشوفه هون. هاي لا ضغط وهاي تاع الناخب اللي شكون عنده كارت ردينا. تفضل عيسى في الموضوع، تفضل في الموضوع، الو تفضل. أسكن ترك مع المقاطعة ولا مع المشاركة؟ اسمع فيها هاني نسمع فيك، تفضل. انا مع المشاركة والمشاركة القوية ولازم انا مع مرشح الوفاق الوطني ومع حوار وطني. وانا قلت انا اقترحت حمروش، تحبوا حمروش ولا تحبوا واحدة اخرى دي حاجة اخرى، بصح رجل المرحلة قلنا حمروش وتوافقوا عليه، كان يتوافقوا عليه كل السياسيين او المعارضة الجادة برك. راهو الخط نتاعك ضعيف الاخ عيسى، راهو واضح باللي واش نسمع فيك، كلمة تجيوك وخرى تروح. المهم راهو ما لا الكلام خليك نتاعك تنجيو في التليفون، خلي الجماعة يحكيو. يلا يلا اوكي. يلا السلام شوف عليكم. شوف تراني. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا للاخ عيسى. شوفوا هذا الأخ هذا ما هوش راهو فيه الأخ كمال، راهو فيه اسمه، راهو في كندا. مرحبا بك الأخ الكريم. السلام عليكم أستاذ، وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم نتاعكم اللي راح لك تكلم فيه دايما لاباس. ومرحبا بك. الله يبارك فيك يا خويا. يعني من وهران إن شاء الله. مرحبا بك الأخ. الاسم نتاعك كيفاش؟ سليم، مرحبا بك الأخ سليم، تفضل في الموضوع. بارك الله فيك أستاذ. أستاذ بالنسبة لي أنا بالك، أنا عمري ما انتخبت وعمري ما خممت باش ننتخب، وكانت عندي فكرة من قبل باش عمري ما ننتخب هاكا. بصح في الفترة هذه التالية هذه حسيت باللي بعد 99 و2004 و2009 و2014 بعد المقاطعة ما كاينش كاين تغيير. شغل حسيت باللي هاد المقاطعة هذه ما كاينش عندها ريزلت مليحة علينا احنا الشعب. معناتها بطبيعة من الحال قطعنا ومن بعد ايه، المقاطعة ببديل تسمى لما انت تقاطع ما تروحش تشارك في الانتخابات. هذا ما يسميوش مقاطعة، هذا امتناع. فهمت؟ امتناع. مقاطعة من هو الامتناع انك هذا ما كانش عندها تأثير على هذا السلطة هذه اللي راه تحكم فينا. هذا ما درنا بها والو، بطريقة أخرى ما درنا بها والو. يأثر وبالعكس هو يزيد يساهم في المشاكل. فهمت؟ يأثر، ماشي ما تقولش ما يأثرش، يأثر بصح يزيد يساهم في المشاكل. لما انت دوك مثلا انت تمتنع على الانتخابات، تمتنع انت على الدور هذا، تسمى تلقى شغل المؤسسات هذيك مريضة، شغل الشعب، شغل كاين عدم تفاهم بين السلطة والشعب، عدم تفاهم. ومن بعد انت لا اقتصاد راهو يمشي مليح،
لا قوانين راها محترمة، لا سياحة راها تمشي مليح، ولا فلاحة راها تمشي مليح. هاك تشوف انت دوك مثلا هاد الناس اللي راهم دوك ما مش محترمين القوانين هذه اللي راها نتاع المرور، هذا راه دليل، دليل باللي تسمى عدم الرضا، ناس ما هيش راضية، وبالتالي تلقى المشاكل هذيك، راه حوادث المرور، راه كذا في العمل نفس الشيء، الناس ما راهيش تخدم بقلبها، ما عندهاش الحماسة، ما عندهاش كذا. هذه راها تسمى هي راها تؤثر، ولكن تؤثر سلبا. احنا نحوسوا هو المقاطعة هذيك تكون تؤثر ايجابا، فهمت؟ هو انه تقاطع هذيك الرداءة، تقاطع هذاك الفساد، تقاطع هذاك الظلم، تقاطع هذاك اسمه، ويكون غضب، غضب اللي هو ايجابي، غضب اللي هو يؤثر ايجابيا، بحيث هو انه انت هذاك الغضب، هذاك الغضب هذا كان الغضب اللي هو راهو سلبي، تاع انه واحد يغضب يروح ما على باليش ان يكسر ويحرق، هذاك غضب سلبي. لكن الغضب الايجابي هو انه يرجع الامور للمكان تاعها، قال كاين فساد حبس، فهمت؟ غضب ايجابي، كاين رداءة حبس وقفها، يكون غضب ايجابي، وهذاك الغضب هو يصير هو عامل من العوامل الايجابية اللي هي تساهم في الخدمة نتاع البلاد. اما هو انك انت تروح انت غير عابئ، فهمت؟ غير عابئ، تسمى ما على بالكش بوش اللي راهو صاري، ما تروحش تنتخب شغل ما على بالكش، هذيك ما تسميهاش انت مقاطعة، هذيك فهمت؟ هذيك لا مبالاة، لا مبالاة، وهذيك تؤثر سلبا على المواطن في نفسه، في النفسية نتاعه، وتؤثر على المجتمع، تؤثر على البلاد بصفة عامة. احنا بعد ما شفناها باللي اثرت سلبا شغل احنا انا واحد من الناس على راني نتفرج، على راني نتفرج ليك ولا نتبع ولا شغل مادا بيا، ولو كان يكون كاين تاطير من الناس اللي يقدروا يكونوا نقدروا نسموهم النخبه، اللي هما مش عارف اللي هما بالك خير منا، اللي هما عندهم افكار خير منا، اللي هما يعرفوا خير منا، اللي هما اللي بالك قراوا اكثر منا، يكون عندهم افكار نسمعوا لهم ويشاركونا الافكار تاعهم. انا واحد من الناس بالك قبل ما نتفرج، قبل ما نشارك معاكم، انا كنت خممت قلت انا بالك هذه الخطره هذه نسيي ننتخب، نسيي ننتخب واحد الشغل هروب الى الامام. قال ودي انا معليش، مش بوتفليقه، مش الغديري، مش نكاز، بالك هذا مهدي غاني ولا المهم شيء اخر، المهم تشوف حاجه اخرى. بالك زعما كاع الا مشي مليح ما غاديش يكون مشي مليح كيما اللي كانوا قبلها، راك فاهم استاذ؟ مش عارف نقدر نوصل لك الفكره تاعي ولا لا. من بعد أنا فاهم، ما فاهم، تصنف شوف شوف فاهم، شوف من فاهم. ما تصنف الاخوه كامل، جاتني واحد الفكره صغيره ومش عارف بالك، بالك مش عارف بالك ما كنت ترتاحها خير ولا واحد المقاطعه مش عارف نقدروا بالك بوسيبل يوم الانتخابات، يوم الانتخابات نخرجوا للشارع، ما ننتخبوش بصح نخرجوا للشارع، تكون الأغلبية أنها ما انتخبتش، بصح كانت في الساحات العمومية وفي ساحات أغلبية قصوى تاع الشعب، أغلبية الشعب يخرج للشارع يبين باللي ما انتخبش. كاع إلى غدوة مش عارف زوروا في الانتخابات وطلعوا في وضخموا في النسبة ولا تكون باينة للعيان في الكاميرات وفي التلفازات، لا بغا ماشي تلفزيون جزائرية، في اليوتيوب وفي الآخر باللي راكم تشوفوا باللي اغلب الشعب راه برا، هذا اغلب الشعب هذاك راه ضد الانتخابات وضد الاخر. بصح في نفس الوقت خص يكون عندنا البديل، قال سارت ما مانش باغيين هذا النظام، سارت ما مانش باغيين هذا المترشحين، بصح شو هو البديل؟ احنا المشكله اللي عندنا البديل ما راش عندنا، ما راناش نشوفوا بديل، مانيش عارف المشكل وين راه. احنا ما كان ماذا بينا زعما الناس كيما انت ولا يعطونا اقتراحات، يعطونا مانيش عارف مين يكمل هذا الفيديو هذا تاعك ولا هذا اللقاء اللي تلاقينا به كل يوم وتشرفنا به، ماذا بينا يكون عندنا نخرجوا بنتيجة، نعم إن شاء الله، اعطونا نتيجة، اعطونا حل، اعطونا إن شاء وفي الله. نفس الوقت قبل ما نقطعوا ولا كان ماذا بيا تعطيني رأيك في مهدي غاني. مانيش عارف انا بنت لي في هاد لا ليست اللي راه عندنا تاع المترشحين، بالك هو ما هوش مانيش عارف، بالك هو الواحد اللي بالك شوف، مانيش نقول لك عارفتوش درك، لا الانسان يدير في السياسه
وفاهم الامور كما ينبغي، فاهم يعني النظام هذا كيفاش راهو يمشي، فاهم الالاعيب نتاعو، فاهم الدوله كيفاش تؤسس، فاهم التغيير، فاهم حقيقي. هذا غاني مهدي لا بليبار تاع الناس، لا بليبار تاع الناس اللي مشاو معاه، ناس لو كان تولي تفكر عندهم عامل نفسي اللي خلى هو انه ياثر، هو يعني تاثير نفسي على الناس هذوك. شوف نعطيك كمثال، هو مع انه لا يقارن بالناس اللي هما كانوا يصنعوا الابتسامة، قال مثلا كيما صويلح ولا كمال بوعكاز ولا ناس اخرين يعني اللي هما مختصين في هذاك الفن نتاع التمثيل ونتاع الكوميديا وصناعة البسمة، ولا عطا الله هذاك نتاع واسمه نتاع الجلفة، ولا ناس الله يرحمه. هذوك الناس تلقاهم محبوبين عند الناس. لماذا؟ لأنهم يؤثرون بالابتسامة نتاعهم على الناس، والناس بطبعها هي أنها تميل للناس اللي تغرس فيها الأمل، تغرس فيها البسمة، تغرس فيها الروح، تغرس فيها كذا، تلقاهم شكرا. هم كأنهم يسلموا الأنفس نتاعهم لهذوك الناس. ولكن في السياسة ما هيش هكذاك، السياسة ما هيش نتاع أنه واحد يضحك لك تمشي معاه. يعني درك هذوك مثلا واحد قال كانت عنده نظرة على القناة نتاع النهار، لما يشوفك انت تتكلم في كلام على قناة النهار وتقول انت باللي هذاك راهو احمد حفصي طرطرو، انسان سياسي لما يسمع كلمة كما هذه، هذا راهو موقف نتاع الصحفي اللي لا يقارن بصحفيين يعني اللي عندهم مزن وعندهم قال تجربة وعندهم رصيد إعلامي وعندهم، لا يقارن، ما كانش خلاص هذا أحمد عبسي. مع ذلك أنت تأثرت أربكت، فهمت؟ هذا راه موقف صغير، ما بالك أنت غدوة توقع مجزرة، ما بالك أنت غدوة تصرع مشاكل في البلاد، مسؤولية أمانة أمام ربي، أنت جبال راك رايح غدوة أنت تواجهها لما تكون رئيس. هذا موقف، شوف موقف صغير خلاك أنت تفقد الصواب نتاعك. فإنسان سياسي هو ما ينظرش الأمور بهذيك تاع الضحكة نتاع اللعبة نتاع الأمور هذه. أنا وبالتالي هذا أنا اللي نشوف فيه يعني من خلال المتابعة نتاعي، أنت ربما ما تعرفوش، أنا نعرفه كيفاش ظهر. أولا قام بعدة تصريحات كاذبة، فهمت؟ تصريحات كاذبة، مثلا مرة قال باللي بدأ ينشط في اليوتيوب في السنة الفلانية، ألور كو اليوتيوب هو بدأ في 2005، تسمى تصريح كاذب، فهمت؟ تصريحات كاذبة. ونعرفوه احنا، أنا واحد من الناس القدم الجزائريين اللي كانوا ينشطوا في اليوتيوب، نعرف شكون هما الناس اللي كانوا ينشطوا في اليوتيوب يعني في الامور السياسيه، ما كانش، لا يوجد. كان واحد هو من منطقه نتاع القبائل، اعتقد من جويه نتاع اقبو والله ذيك، معروف سمير، وكان يدير تاع قرقابو، اذا النهار كامل هو بالقرقابو. لكن الناس اللي يديروا السياسه ما كانش، العبد الضعيف هو اللي بدا في الموقع نتاع اليوتيوب، ومن بعد بداو جو الجماعه دو نتاع رشاد، وبعد جا شوشان، ومن بعد بدات تتطور الامور. بالتالي نعرفوا هذا الناس اللي هما يحكيوا في هذا الامر السياسي، هذا ما كانش، كانوا ناس معدودين على الاصابع اللي كانوا هما ينشطوا في هذا المواقع نتاع الفيسبوك ونتاع اليوتيوب ونتاع كذا، ما عندوش كيما نقولوا ثقافه سياسيه. ولا الناس راها تشوف قال هذا راهو، شوف فيه قال مثلا الشكل نتاعو، والله يبان له باللي باهي عنده ضحكه، وشوف قال مثلا اللبسه، انت لما تقارن لخطر له امور نفسيه عند الكاين الناس اللي هما تاثر عليهم الصوره. شوف هو يقول لك شوف سبحان الله، والله بوكو صح، والله تخرج عليها، في المقابل يشوف لك بوتفليقه في الكروسه، وواحد يقود فيه ويقول لك والله هذاك راني نشوف فيه هذاك هو المليح، وبعد الاخر يقول له والله وش اسمه هذاك نكاز ثاني، تبان لي انا بلي عنده حطه باهيه، والله راه يبان لي بلي الرئاسه كما ماهيش هكذا. كما قلنا في 2014 كعرفنا باللي السلطه غير هي والاشخاص اللي هما،
وصلت بينا الى درجه ولا نقولوا معليش قعدوا انتوما على الاقل ديروا لنا صوره مليحه حد الناس. لا لا وصل لا بينا لا، معاك معاك معاك، انت راك طلبت وصلنا الرأي. لدرجه ان نقولوا معليش السلطه غير هي معليش ديروا لنا صوره سيدي، على الاقل صوره مليحه، على الاقل ما يضحكوش لا علينا الناس، اقل شيء من ما حقك يضحكوش علينا الناس. من حقك من حقك، ولكن المسألة هي لا تتعلق بالصورة ولا تتعلق بالهيئة نتاع الإنسان، وإنما فيها ظروف، فهمت؟ فيها ظروف، فيها واسمه معطيات. دوك انت الانسان اللي راه في السلطه، راه المعطيات امامه، ماشي كيما انت واحد دوك مثلا قال لك تحلل. الانسان اللي راه في السلطه راه ما عنده دوك هما من الولات، عنده الوزراء، عنده واسمه هذوك تاع المحافظين تاع الشرطه تاع الامن. قال مثلا هو دوك المحبي يجي يدير تقرير، يبعث تاع الامن ديروا لي تقرير تاع الدرك تاع كذا، عنده هو المعلومات الرسميه. ولما هو يجي يبني موقف معين يبنيه وفق معطيات، مش انت واحد راهو قال مثلا هو تصور والله يتخيل والله ويبني الموقف نتاعو. فهمت المسألة؟ هي لا تتعلق بالصورة. دوك ان شاء الله نجي لها، نجي الموضوع هذا، نحاول ان نعطي بعض الاشياء هكذا اللي ربما تفيد الصورة هي الاخرى. بغيت غير نعاود باش ما تنساليش هذيك الفكره هذيك تاعي تاع اللي قلت باللي نهار الانتخابات نخرجوا. الفكره زعما هي بما ان كما نقولوا اليوم في القاعه البيضاويه، على بالي باللي السلطه هذه سخرت الامكانيات، وهي الامكانيات تاع الشعب، وهذه من مال الشعب، سخرت الامكانيات ليبيس الماكله البصه القش اللحو كاع صوالح باش يبينوا الصوره باللي شوف شوف شحال كاين شحال كاين الناس راهم يدعموا في بوتفليقه. اوكي، حنا مادام ما عندناش الامكانيات والشعب البسيط وما عندناش الامكانيات، اقل شيء زعما نتمنى لو كان يوم الانتخابات يخرج كاع الشعب الى الشارع اعتصام، ما كاش خدمه ما كاش منا، اعتصام باش يبينوا باللي شحال النسبه تاع الناس، نسبه تاع الجزائريين اللي راهم ضد الانتخابات. ما عندناش طريقة أبر هذه، وما نش عارف والله أعلم. نعم، شكرا للأخ الكريم. أستاذ نشوف ترى إخوة آخرين، نشوف ترى الأخ آخر خير الدين هذاك ولا وش اسمه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيراك داي، توحشتك خويا والله، توحشتك بزاف الله يبارك فيك. والله واش صافو راه، واش لاباس راه وهرنا خويا، راه مغل وهرنا اليوم. صافي بليزير والله، لاني فرحان، الله راني يبارك نشوف فيك. فيهم والله، لاني فرحان والله. يتبعوا فينا لاباس عليك؟ من وهرنا، يتبعوا فينا لا صافي وهرنا بليزير. ها وهرنا. والله اسمع وهران، كل وهرنا يهضروا علينا في الاعلام. هاي وهرنا، شوف في الصفحة نتاع المصالحة الجزائرية وهرنا تكلاسي دوزيام بعد ألجي. صافي بليزير والله، لا صافي بليزير استاذ، وجدنا ما الأخ طولوش بزاف. في الموضوع تاع اليوم. انا مع المقاطعه، ولكن البديل، غادي نحكي لك على البديل. كانت ثلاث صوالح. البديل الاول، البديل الاول ما نقولوا حتى واحد ما يروح نهار الفوت، نهار الفوت كل واحد ما يخرج من دارهم، خاطر الفوت كيما نقولوا عطله، عطله رسميه، حتى واحد ما يخرج من دارهم. اوكي، بديل الزواج، بديل الزواج هو الخروج المغتربين منهم اللي هم عايشين في فرنسا في اسبانيا في الاتحاد الاوروبي، كل ويكاند السبت والحد يلبسوا جيليه جون ويروحوا عند السفاره الجزائريه، يديروا اعتصام تماك، يديروا لهم النش مع الاجانب وكاع الاعلام الغربي يشوف الضغط، ضغوطات هذه الزوجه. والثالثه انقلاب عسكري، هذا هكا اللي نشوفه انا والله اعلم. اعطيني رايك استاذ في الثلاثه. هذا ماهوش انقلاب، هذا مش بديل، فهمت؟ انا قلت الصوالح راني نشوف فيهم زعما الحل. ايه هذو اجراءات انت اللي راك تشوف فيهم، خيارات خيارات اللي راك الله تشوف بارك فيهم الله. من اجل العجل باش يكون تغيير، ولكن مش بديل. بديل لما انت تقول بديل، مثلا واحد عنده مخمره وانت راح تسكر له المخمره وتطرح له بديل. البديل هو انه في هذاك المحل نتاع المخمره هذاك اللي راهو داير وراهو راح يدير مثلا مطعم، انت راك طرحت له بديل، تسمى حاجه اللي تعوض هذاك المخمره، هو وكنت تعاود لما انت حاجه الحرام بالحلال. وكنت
تذوق مثلا لما تنحي نظام، ما هو البديل؟ مع انت لازمك انت دير نظام ثاني، والنظام هذاك ما ديروش لازم تكون دير برنامج، لازمك دير مشروع، لازمك كذا، الحكومة كيفاه، الرئيس كيفاه، وزير الدفاع كيفاه، الوزراء هم كيفاه، الولاة والأصعد. دوك انت هذا النظام، هذا النظام راه موجود على 48 ولاية، انت كي تنحي بوتفليقة ما نحيتش النظام، ها من الناس نحاو بن علي في تونس ناحية شخص مازال ما داروه. نظام قاعد ومصر 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 مصر، ليبيا، في اي دولة واحدة اخرى، اليمن راك تشوف الناس مازالها في الفوضى. مازال فهمت فوضى. لماذا؟ لانه الناس كاينين اللي هما راهم يتحدثوا على التغيير ولكن ما هو فاهم فيها حتى حبة. تسمى يهدر برك، يهدر الغضب. صحيح هو انك انت راك غاضب، راك رافض هذا النظام، رافضه لاسباب، قال كاين ظلم، كاين رشوة، كاين محسوبية، كاين سرقة، كاين فساد، كاين كذا كاين كذا، من حقك، حقك، وانت راك تطمح للتغيير من حقك، ولكن لازمك تعرف كيفاش انت تجيب الحق نتاعك هذاك. تخليش انت ناس هو انه دوك قال تسمع، كنت واحد يسمع لك يقول لك السيد هذا ما على بالوش واش راه يدير، ما على بالوش واش راه، فهمت؟ رغم انه راه عندك الحق، عندك الحق انت اللي راك تحوس على التغيير وراك تحوس على كذا، ولكن مش الطريقة اللي راك راح انت تدير بها التغيير. بالعكس انت راك بهذه الطريقة لو كانت تكون الناس تفكر، هو انه الناس تدخل في الحيط. فهمت؟ يعني فاهمك استاذ. استاذ، والخيار الثاني اللي قلت لك عليه، المغتربين هما اللي يخرجوا عند السفارة الجزائرية بجيلي جون يديروا عليها ضغوط، هذه حاجة، ممكن هذا يأخر، خيار افضل من الجزائر. ندخل ممكن على، علاش يأخر، فهمت؟ هنا في ممكن الجزائر يأخر هذا آه اللي هو اسمه، يأثر على هذا اللي الصفقة. اسمه ممكن يأثر، ولكن هو أنه الناس لازم الناس تبدأ تنشط من الآن، تبدأ الناس تنشط من الآن، ولكن كما قلت أنا لازم الإنسان يقرأ الأمور هذه، يقرأها من عدة زوايا، ما لازمش الإنسان قال مثلا يدير حاجة في رأسه برك واسمه ويروح. لازم الإنسان ينظر أستاذ لها من عدة زوايا، قال هاو في حالة المشاركة هاي الطريقة اللي نشارك بها، في حالة المقاطعة هاي الطريقة اللي نقاطع بها، وإلا ما راناش رايحين نخرجوا من هذا المأزق هذا. صح أستاذ، أنا ضد الخيار تاع هنا الشعب يخرج، يعني ضد الخيار تاعه، لخاطرش في 2008 غير كرة قدم والولديات سقطت القسم الثاني، والولديات طاحت دوزيام ديفيزيون، ما لعبت معاش لف، وهران 3 أيام مبلعوا من كاس، نعم، ما وزيدك ايه 2011 كاين ناس 2011 ما ناس على بالهم، خرجت، ناس خرجت على زيت السكر، زيت السكر خرجوا على زيت السكر، شافوا الناس كانوا في السجن، كانوا يدوروا معاهم يهرسوا معاهم، خلعوا هذوك كيفاش خرجوا من السجن، هاي الدولة طاقتهم عاودوا ردتهم. راك فاهمني أستاذ؟ يعني نقول عليها أني باغي خير الشعب اللي مغترب اللي راه عايش في الخارج هو اللي يخرج ويدير احتجاجات وقدام دوك ان السفارة، شاء الله، دوك ان شاء الله دوك نناقشوا فيها، وممكن ان شاء الله وخير نشوفوا عسكري نقاش. أستاذ والعسكري. ايه دوك اسمه الخيار العسكري، راني قلت انا، فهمت، انا راني كاتبها، روح اقرا خيارات التغيير في الكتاب تاع المصالحة الجزائرية، اقراها، اوكي قرا استاذ، حاضر خيارات التغيير، روح لخيارات التغيير في الكتاب تاع المصالحة، تقرا كل اه خيار وحده، خيار تاع المشاركة كيفاه، خيار تاع اه الانتفاضة كيفاه، خيار تاع الانقلاب كيفاه، وكل حاجة وش يترتب ايه عليها. النتيجة تاعها؟ ايه، ومن بعد انت تشوف الخيار اللي هو يليق بالمجتمع الجزائري. خطر عليه دوك انت راه كاينه النفسية، وهما هذه النفسية راهم يلعبوا عليها، هما ما على بالهم بلي المجتمع الجزائري راهو تقاس في العمق، بحيث هو انه راه كاينه فتنة ما زالت الناس الى اليوم ما زالت ما عالجتهاش، وهما يلعبوا على هذا العامل النفسي، عندهم دي بسيكولوج، عندهم ناس يلعبوا على هذا العامل النفسي عن طريق وسائل الإعلام. لما هما يحبوا يخوفوا الشعب الجزائري خوفوه، ما دام الناس ما على بالهاش بالسبل وبالطرق نتاعهم كيفاش هما يتلاعبوا بهذه الأمور. بالتالي صح ذوق استاذ، بارك الإنسان الله لازم ينظر للأمور، ينظر لها من عدة زوايا، مش غير هكذا برك يروح قال مثلا يخير خيار وما على بالوش به، ما بقى. لازم يكون الإنسان لما يمشي في خيار لازم يكون حاسب له، في حالة المشاركة واش ندير، في حالة المقاطعة واش ندير، قالها وفي حالة المشاركة كيفاش ندير، راه كاين تزوير، راه كاين تقرا انت الأمور هذه، فهمت؟
وقال انت كيفاش تواجه هذيك الآلة نتاع التزوير، كيفاش انت باش انت تحافظ على الأصوات هذيك اللي مشات معاك إلى غير ذلك. هل ترى تشوف انت الشعب راه هو مستعد لجل باش هو يخرج ويحافظ على الصوت نتاعو؟ يا هل ترى الشعب راه مستعد حتى للتضحية؟ يا هل ترى، يا هل ترى؟ وفي حالة المقاطعة قال القاطع لماذا نقاطع؟ ما هي الأسباب؟ ما هي اللي تخليك انت على جل باش انت تقدم على هذه المقاطعة؟ في حالة المقاطعة واش لازمني ندير؟ يا هل ترى الشعب انت دوك لما انت راك راح دير قال مثلا نداء او راك راح انت تدير إجراء، راه الشعب راه راح ينتظر يسمع لك؟ يا هل ترى راه الشعب راه راح يستجيب لك؟ يا هل ترى، يا هل ترى، يا هل ترى؟ بالتالي انت دوك ماهيش قضية انت قال خيارات برك تروح تدير انت تعلن خيار برك لا، لازمك تشوف لها النتائج تاعها كل خيار وتشوف دراسة. النتائج نتاعو انت. شفت انت كي نقولوا مثلا اللعبه هذيك نتاع الجوديشيك هذيك السياسه هذه هي تاقل شطرنج. يحط لك واش تاع الشطرنج هذيك والله لعبات واحد اخرى، يحط لك انت والدومينو، الدومينو دوك الناس اللي يلعبوا الدومينو، يحط لك حاجه ومن بعد تتفكر قال ندير انا هذه واش رايح يكون، نعطيلو من ياكل اوكي، ومن بعد كي نعطيلو انا واش رايح يدير. هذه السياسة لازم تكون هكذا، لازم تكون تفكر في الإجراء، في حالة المشاركة وش تدير، في حالة المقاطعة وش تدير، في حالة الانقلاب وش تدير. الانقلاب هذا انت قال جماعة يديروا انقلاب اوكي، ولكن كيف راح نديروا انقلاب؟ في الفيسبوك الناس اللي يديروا انقلاب لازم يكونوا داخل الجيش، لازم ضباط يكون حرب. واحد ما على باله نتاعهم، ولما يقدموا على هذا الخيار يحسبوا له 100,000 حساب خطر عليه، كاين فيه مجتمع دولي، كاين فيه منظمة دولية شعبية، هل ترى هو راه راح يقبل الانقلاب؟ وبالتالي هذ الناس اللي راهم راح يديروا انقلاب هما راهم عادة هذ الناس اللي راهم دوكا في السلطة، الصفوف الأمامية الأولى كامل راهم قحزوهم، الناس اللي شكلوا عليهم خطر والناس اللي يسموا كامل راهم جبدوهم. كاينين الناس اللي راهم دوك مثلا ما على باليش انا واحد كابيتان راهو في بلاصة مانيش عارف انا، ما عندوش تأثير هو على خاطر باش انت تتحرك لازم انت في خلال ساعات تحاصر التلفزة وتحاصر انت قال مثلا المطارات والبنوك والقنوات الفضائية الفيسبوك كل شيء، لازمك تكون انت متحكم الأمور في ساعة تكون انت يا خلاص باش عملية تحقق كبيرة. هذا المستوى. لا وش طامع انت يا عم بالك انت لا المستوى انا قلت خيار زعما، ما انا اقول لا خاطرش وصل ازاي كيما نقولوا سيل الزوبة، راك تشوف شو صرا اليوم يعني هذه فيها. معاك هذه. المهم ان شاء الله لك نزيدوا شوفوا تراك شنو حاضر نشاركوا استاذ، بارك الاخوه الله فيك نعطيو، استاذ. ربي يبارك فيك، شكرا. نزيدوا ترى نعطيو فرصه للواحد ولا الزملاء الاخوه ومن بعد ندير ان شاء الله مداخله. للاسف الشديد الاخ محمد شوف ترى بالك راه عندك كان بلوكاج، الاخ محمد حسن هذاك اللي ترمز الاسم نتاعك محمد حسن. نشوفوا ترى الاخ رشيد شوفوا ترى اخ رشيد، اخ رشيد شوف البوطون هذيك بالك راك غالقها، رشيد بالقندوز بالك البوطون هذيك تاع المشاركة راك غالقها، شوف سرحها ومن بعد مرحبا بك. شوفوا ترى هذا الاخ اللي يرمز للاسم نتاعو بزياد شوفوا ترى الاخ زياد هذا، ومن بعد نجي لكم الاخوه الاخرين ونحاول هو ان شاء الله نمد راي تاعي في هذه المساله كيفاش انا نشوف الامور، السلام ولكن عليكم. راني تحدثت عليها في وقت سابق. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك الاخ زياد، خير؟ الله يبارك فيك. يعني راني راك في شوي مدة في متابع الخط فيك، تاعك. ورا شوية مرحبا بك. الشبكة ضعيفة، أنا نتبع فيك في مدة، معليش يعني في صفحة ربي يبارك فيك. رسمية من وين عندك تكلم فينا صفحتين الاخ زياد؟ من وهران. ما شاء الله، مرحبا، الله يبارك فيك. تفضل الاخ زياد، واش تقولنا في الموضوع تاع اليوم؟ هو حقيقة الأمر تعقد نوعا ما، هو
معناتها هذا تحصيل حاصل لما نرجع حتى المؤتمر الصومال او قبل هذا. بالتالي هنا الصراع صراع افكار مش صراع انتخابات. كثير من الناس يعتقد ان التغيير سيحدث بالانتخاب، هو كلام في الحقيقه غير واقعي. معناتها حتى ولو فاز افضل المرشحين في الموجودين، لا ادري انا، كل واحد كل شخص يميز المرشحين تاعه بطريقه تاعه. كان لي مثلا كان لي فضل بين ثلاث مرشحين، يقول لك الغديري مثلا على سبيل المثال، نفضل على الغديري مقري او راشد نكاز. نعم. هو الاشكال ان التيار اللي راه مسيطر هو التيار هذا تاع الدوله العميقه كما يقولون، او التيار الفرنسي. هم يعملون في الميدان بتنظيم. نعم. بتنظيم. والتنظيم يهزم الفوضى، والأحرار والناس اللي فيهم الخير والناس اللي يجب أن يضحوا للوطن كأنهم خانعين. نو هنا كأن حصرنا النظام في ثنائيتين، إما أن نرضى بهذا النظام أو إما نجر إلى الفوضى. لكن في خيار ثالث هو النضال السلمي، نضال نشر الأفكار، نضال في الواقع. أنت تخيل أستاذ أنه الذي يدعي مثلا أنه عنده فكرة وحب ينشرها في المجتمع وغير هذا، ينسى دائما أنه لا ينزل إلى الشارع، لا ينزل بأفكاره إلى الشارع، لا يضحي من أجل الشارع. مثلا بدون تسمية أسماء، كان أحزاب الآن تقدم نفسها على أنها البديل، في الحقيقة هم الأفضل في الأسوأ، يعني في السيء هم الأفضل في السيء. لكن هذا على سبيل المثال، لكن هم نتاج لهذا النظام أصلا. صحيح. كيف راح تدير تغيير النظام؟ راهنوا على سبيل المثال على الربيع العربي، او كما يسمى الربيع العربي بدون دخول في التفاصيل، هو ربيع او غير ربيع. راهنوا عليه، وعندما راوا ان الشعب لا يساندهم راهنوا على الشعب ولم يفلحوا وخسروا ورقه النظام. فهم لا الى النظام ينتمون ولا الى الشعب ينتمون. هنا الاستاذ حقيقه هذه مفصليه بالنسبة لي. أنا كنت حاب تطرح لنا واحد النقطة وماذا بك تفيدنا بها، والإخوة كاش مفيدونا في التعليقات. هل يجب أن نتكتل وراء مرشح رئاسي على الأقل من أجل الحد من الفساد؟ لا نقول إصلاح شامل ولا نقول تغيير شامل، فهو مستحيل في 5 أو 10 أو 20 سنة على الأقل بما نعلم إلا أن يشاء الله. لكن على الأقل هل يجب علينا أن نكون وراء مرشح أو ندعم مرشح رئاسي واحد من أجل حد من هذا الفساد فقط، ليس التغيير بل هو الحد من الفساد، أم المقاطعة التي فيه هو شوف نقول لك خلي الآن ندير خطر. كاين مرات هو أنه الناس تسمى تتكلم مع ناس ما مش فاهمين الموضوع أصلا، بالتالي تسمى شغل. أنت خلي شوف درك، أنت درك الآن راك كما يقولوا مهت لي من خلال الكلام تاعك، اللي هو أنه نطرحوا هذه الأفكار. شوف كيف ما كنت نحكي للأخ اللي من قبلك من وهران، هو أنه الإنسان لما يقدم على خيار لازم يقرأ له الحسابات نتاعه. انت ذوك لما مثلا أشرت برك فقط للقضية هذه نتاع المؤتمر نتاع الصمام، وقلت من أنه فيه صراع نتاع أفكار، لا شك في ذلك. وهذا الناس اللي راهم دوركم يخدموا في هذا الإطار هذا نتاع الدول العميقة، لا شك في ذلك، هو أنه راهم يخدموا. كاين اللي راهم الناس اللي راهم يبانوا، وكاين الناس اللي راهم هما لامدين فراهم في المؤسسات المختلفة، وراهم داخلين يعني متجذرين يعني في يعني قطاعات حساسة. بالتالي انت درك ترك انت تراهن على من تراهن؟ تراهن انت على انسان درك مثلا واحد اللي هو عارف هذه القطاعات، عارف الدولة كيفاش راها راكبة، عارف المجتمع كيفاش راهو راكب. يا هل ترى هذا انت اللي راك راه تطرحنا عليه هو راه منخرط في هذاك اللي قال مثلا انت المشروع اللي انت المشروع الوطني، المشروع اللي راه هو قال مثلا يحافظ على الهويه نتاع الشعب، والا انت تروح تراهن على انسان انت ما تعرفوش اصلا. انت مثلا قال وقت تروح ترى رشيد النكاز، وش هي الاسهامات نتاع رشيد النكاز مثلا في المجتمع الجزائري، سواء تعلق الامر بالعروبه والله بالإسلام، وش هي الإسهامات نتاعو في الكتابات، في المواقف نتاعو، غيره من الناس. انت درك
كاين الناس اللي هما مثلا تراهن عليهم، تراهن على ناس اللي هما قال مثلا عندهم اسهامات حقيقه، ولكن هذا الناس يا هل ترى المجتمع راهو هو بتبنيهم؟ يا هل ترى في حاله ما هذا الناس راهم يوصلوا قال للسلطه؟ يا هل ترى ما هو رد الفعل نتاع المجتمع الدولي على المستوى الاقليمي؟ ما هو رد نتاع هذه الدول العظمى اللي راها قال مثلا هي ترهن قرارات معينه، قضيه نتاع الاقتصاد، قال مثلا في حاله ما قدمنا على هذا الخيار هذا يا هل ترى يكون فيه حصار، يا هل ترى يا هل ترى يا هل ترى، كل هذه المعطيات انت تنظر لها. تذرك قضيه نتاع المشاركه لما تشوف انت هم راهم يراهنوا على مجموعه من المرشحين اللي يخدموا مرشح نتاع السلطه، أمور واضحة. الإنسان اللي راهو فاهم السياسة وفاهم النظام كيفاش يخدم، أمور واضحة. دونك أنت إما أنك تراهن على مجموعة من المرشحين، مثل ما قلناها في عشرات ومئات المداخلات، مجموعة من المرشحين يمثلون تيارات مختلفة، لأنه بدون وحدة ما تقدر تدير حتى شيء. تروح أنت تراهن على شخص، هذاك الشخص قال مثلا يمثل هو تيار معين، ولنفترض انه هو يمثل التيار الوطني، ولكن ما عندوش اجماع، تراك رايح في مباشره غدوه رايح تلقى قال مثلا تيار في منطقه القبائل راهو ضدك، تلقى ناس اللي راهم داخل السلطه راهم ضدك، تلقى ناس راهم ليك بالمرصاد على مستوى القنصليات، على مستوى السفارات، على مستوى المؤسسات الاعلاميه، الدول، الى غير ذلك. انت لازمك تحسب هذه الحسابات. وفي حاله المقاطعه نفس الشيء. فالمهم الآن المشاركة، ذكرنا احنا درنا عدة محاولات، كانت المحاولة ربما اللي هي استطاعت هو أنه تدفع الجزائر إلى الأمام كانت المحاولة نتاع 99. محاولة نتاع 99 كانوا مجموعة من المرشحين، ولكن للأسف الشديد لما داروهم الانسحاب هذاك ما كانش هناك بديل، داروا الانسحاب وراحوا جو في الديار تاعهم وانتهى الأمر. فيما بعد الشعب الجزائري أصيب بالإحباط وأصيب باليأس، كاين الناس اللي هما خرجوا، كاين الناس اللي هما كذا، وكاين الناس اللي هما كفروا بالسياسة. المراهنة على أشخاص، مراهنة مازال ما كملتلكش، المراهنة على أشخاص قال مثلا كاين الناس اللي مشاو هما مثلا مع بن فليس وقال باللي هذا الأسوأ، واسمو نختاروا بين الأسوأ واسمو، راهنوا على بن فليس. فيما بعد زادوا أصيبوا بالصدمة في 2014، وكاين منهم الى الان اللي راهو ربما خلاص كفر بالسياسه وانتهى الامر. المراهنه دوك انت لما انت تراهن على شخص، هذا الشخص راه قال مثلا على مقري نتايا، ومن بعد راح توصل نفس النتيجه اللي راهنوا عليها ناس من قبلك، تراهن عليه نفس النتيجه راح توصل لها. هو شوف نقول لك ما بقاش بزاف الوقت، هو اذا كان فيه ناس راهم يسمعوا فينا من الناس اللي راهم يتألموا للأوضاع في الجزائر وغايتهم البلاد وراهم يحوسوا فعلا على هو أنه يكون هناك تغيير، الشخصية الحقيقية الآن، الشخصية اللي الآن قادرة هي تلعب دور، اللي قادر هو يوقف إلى حد ما هذا النزيف، وقادر هو أنه يواجه بوتفليقة والمحيط نتاعو، وقادر هو ربما يشكل إلى حد ما إجماع، وقادر هو أنه يمهد الأرضية إلى مرحلة واحدة أخرى هو حمروش. إذا كان قدروا الناس هما أنه يعني يقنعوه على جال باش يدخل الانتخابات، وفيما بعد لما تدخل الناس تكون هناك تعبئة شاملة، لا ان على المستوى الشعبي ولا دخل الجيش، خطر هذا الجيش هذو راه مولادنا، وفيما بعد نديوها بالانتخابات ولا نديوها بالمطرق بالدبوس، وفيما بعد الناس اللي راهم في الخارج كيف كيف لازم ثاني يتوحدوا وتمشي الناس. نهار اللي هو انه يحصل التغيير، يعني قال تغير انت الشخص، فيما بعد ندخلوا لمرحله واحده اخرى، فهمت؟ هو انه يفتح حوار بحيث هو انه تشارك فيه الناس وتمشي الناس وحده وحده. اما القضيه نتاع المقاطعه نفس الشيء، القضيه نتاع المقاطعه اذا كان الناس هي
قال في ظل هذه الظروف المرشحين راهم ما كانش مرشحين. هاد الناس اللي انت راك راح تراهن عليهم تراهن على انت كيما يقولوا حصان خاسر 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 المعركه نتاعو من الاول على بالك بها وشخصيات ما تقدموش. خيار الاخر هو الخيار نتاع المقاطعه. الخيار تاع المقاطعه هو انه الناس لازم تهيئ روحها وتكون هناك تعبئه شامله ثانيه على المستوى الوطني بالمقاطعه واقتراح بديل. فهمت؟ البديل هو المشروع. انا راني منذ سنوات وانا نقول باللي البديل هو المشروع نتاع المصالحه الحقيقيه، ولكن هذا المشروع نتاع المصالحه الحقيقيه ما تقدرش انت تجسده في ظل هذا النظام اللي هو راه طرف في الازمه، طرف في الماساه. هو يمنع ذاك المشروع. خاطر هما لما الناس تعرف الحقائق، لما الناس تبان هذا الكوادر، هما راح التجاره نتاعهم هما باش راهم يمشيوا بالطليبه ويمشيوا دوك بسلال ويمشيوا بذاك وبذاك وبذاك، يمشيوا بهذيك الوجوه نتاع الرداءه، الوجوه هذيك اللي هي نتاع المسخ اللي هي وصلت الجزائر لهذا المستوى. هما دوك ما يسمحوش هو انه يكون هناك مشروع حقيقي، مشروع حضاري اللي هو يقدر هو يلف كما يقولوا يجمع اكبر عدد ممكن من الجزائريين والجزائريات باش هما ينهضوا بالبلاد. هما المشروع هذا راهم ليه بالمرصاد. درك القضيه نتاع المقاطعه، اذا كان الناس اهتدت لهذا الوسمه الخيار، لازم الناس تحضر روحها. هذا الناس اللي هما راهم رايحين يديروا المقاطعه مثل ما كانوا يقولوا الاخوه في القبيل، دوك هذول المجموعه اللي راهم قال مثلا في الخارج، مثلا هذول المجموعه نتاع واسمه رشاد، ومجموعه قال مثلا مناضلين من تو الاف اف اس ولا من تو الار سي دي اللي هما راهم مع هذا الخيار نتاع المقاطعه، بالاضافه الى مجموعه هذو نتاع ضباط الاحرار ولو حتى ولو انه راهم معدودين على الاصابع، ويحصل نقاش في الخارج يا سيدي ولو على السكايب. ماناش قادرين نلتقي، وهو انه قال مثلا تلتقي الناس في لقاء هكذا ولو على السكايب، تشارك الناس تلحق هو انه قال هاو البديل، هاو المشروع، هاي الخطوات العريضه نتاع المشروع، وقال هاو الموقف نتاعنا، ولازم الناس تمشي تخدم على المستوى الشعبي. لما تكون قال مثلا القياده نتاع اللي تاطر هذاك الحراك هذاك ما هيش تحت الوصاية نتاع هذا النظام هذا، وتكون هناك وسائل إعلام سواء تعلق الأمر بالفيسبوك ولا اليوتيوب ولا قنوات فضائية، وتنسق الناس وتمشي واحدة واحدة. قال هاو الخيار اللي رانا نمشيو فيه، خيار تاع المقاطعة، هاو البديل، وتمشي الناس. قال مثلا قضية نتاع إضراب لمدة 48 ساعة، توجد الناس رواحة، قال اللي عنده زيت سكر دقيق، توجد الناس روحها لمدة 48 ساعة، ما تروحش انت تفتح تضرب مفتوح من بعد الشعب غدوة. بالإضافة أنه الناس لازم تكون مستعدة للتضحية وتخدم الناس مع بعضها البعض، من بعد تبدأ الناس تمشي. قال ما كانش تريسيتي، الناس ما تسلكش تريسيتي، ما تسلكش الغاز، تبدأ تمشي واحدة بواحدة. لما الشعب هو أنه يقبل هذاك اسمه القضية يتبناها، فيما بعد تمشي انت في امور تاع التصعيد. ما تقدرش انت تدير هكذاك برك خطره. وبالاضافة الى هذ الناس المرشحين لازم يفرض عليهم الانسحاب. اذا كان ما انسحبتش مع انت راك مشارك انت في الطبخة هذو، وفيما بعد لما يكون هناك نظام واحد اخر تحمل المسؤولية نتاعك امام الشعب وامام التاريخ. فهمت؟ وأستاذ، هو الإشكال بالنسبة لوجهة نظري البسيطة، هو في الحقيقة أنه الرئاسيات بغض النظر حتى ولو فاز مثلا على سبيل المثال، وأنا أنا في اعتقادي حتى حمروش في اعتقادي الجيل هذا الصاعد، لأن هنا رانا في الجيل أواخر التسعينيات وبداية الألفينيات، هو الجيل اللي راه صاعد، هو يعني محضر أحداث الفتنة اللي صارت في التسعينات، محضر تجدد المعارضة والنشاط السياسي والصحافة والكتابة والمستوى الراقي. معناتها هذا الجيل حضر مباشرة جيل رديء أو جيل بوتفليقة، جيل رديء
ترى ومش هو الجيل، مش هو في شخص وردي، هو التكوين اللي صار في الفترة هذه كانت مشرية تاع 99 إلى غاية 2018 ولا 2019 اللي أنا فيها، هو اللي كوننا هذا الجيل. أنا كلامي في الحقيقة هو موجه للمعارضة أو للحكماء أو للعقلاء أو الناس اللي فيهم الخير بجميع التوجهات تاعهم، وأنا أقصي من هذه التوجهات البربريست و أصحاب الذين ينادون بطمس الهوية بغض النظر يسمون نفسهم علمانيين، أنا ما سميهمش علمانيين لأنه علماني بالنسبة لي عنده تعريف آخر، سميهم منادون بطمس الهوية يعني الوطنيين أو الإسلاميين أو غيرهم مرحبا بهم، كل عقلاء فيهم بجميع التيارات إلا البربريس والاستئصاليين، هذو لازم يكونوش المعادلة، لأنه ما يمكنش تتعامل مع واحد عنده عقلية استئصالية في راسه، عنده عقلية يطمس الهوية، والهوية هي أساس في بناء الدول وبناء الحضارات. هي هادو الناس لازم يبدأوا يتكتلوا من الدروخ، يتكتلوا مشي شرط شكل حزب أو جمعية أو غيرها، مشي شرط هاد الأشكال اللي فرضها النظام، فرضها النظام العالمي، يعني لا ماكش حزب راك جمعية، ولا ماكش جمعية راك مجموعة، لا يمكن تكون مجموعة فقط بغير اسم. هاد المجموعة تحاول توعي الشباب، تنزل إلى الشارع، تنشر أفكار، تنشر كتب. لذلك أنا لما تكلمت لي مثلا على حركة الرشاد أو غيرها، الشيء اللي أنا ضدهم في هذه الحركة بغض النظر على نياتهم وأنهم ناس طيبين وحبوا الخير البلاد ولا ما يحبوش الخير البلاد، الله أعلم، كل واحد وش يقول لك. أنا في رأيي الناس عايشة في الخارج، عايشة في بريطانيا أو عايشة في فرنسا أو عايشة في أمريكا، هما نسخة قناة النهر لكن معارضة. نفس الكلام اللي يتكلموا في قناة النهر، قناة النهر مع النظام، هما ضد النظام، مستوى طايح. هو في الانجليز يتكلم لك على شجره طاحت في 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 مانيش عارف في طريق، حفره في طريق، مير قال كلمه ومرا مانيش عارف شنو داروا لها. معناتها الناس عايشه في بريطانيا تنشر المستوى الكبير باه الناس تتعلم. هنا هذه المعارضه اللي راهي في الخارج، ما راهيش تقوم بالدور تاعها، ما راهيش توعي الناس. الناس اللي راهم هنا اللي كانوا من نسخة النظام، لا أعتقد جزما بأنهم يلبون تطلعات شباب. جيل تاعنا هنا جيل كبرنا على الحرية، هذه كان اللي لوم الجيل بزاف، يقول الجيل هذا ما يعرفش، وجيل هذا جايح، وجيل هذا لا، الجيل هذا فيه ميزة، فيه ميزة الحرية، ميزة البحث، ميزة التطلع، ما لقاش اللي يوجهه برك، ما لقاش اللي يوري له برك. شجيل كيما هذا اللي يحب يعرف كل شيء ويفهم كل شيء، للاسف راهي تروح هذه الطاقات في شيء ماشي مليح. لو كان يلقوا هذو الناس يقدروهم يوروا لهم كل شيء يخرجوا منها قيادات. انا علاش نستسخ تجربه قال ودي نرجع الى التسعينات او 89 و88 ونقول لازم شخص من ذاك؟ لا، يمكن يكون شباب دكاتره اساتذه ما على باليش، شباب يتكونوا سنه سنتين 40 سنه راهم شباب، مع تلقى ناس الرئاسيات ومش مرحلة ما في هاد المرحلة. شوف اتفق معك، شوف للناس تبدأ تحكي الحقيقة، للناس تبدأ تخرج للشارع توعي الناس لوقت الاستقطاب، وقت العمل في الميدان، وقت الأوتيلات، وقت أننا هضروا كي قرب شهر على الانتخابات نبدأ نتكتلوا أمور فلان ولا نتكتلوا أمور فلان، أسيدي راه داها حمروش ولا راه داها مقري ولا أنا غادي نقول يعني الإخوة توجهها تاعهم الحمروش كان ليش مليح الحقيقة أنهم الأخ زياد نسخوا تجارب فاشلة مع هذا الجيل. أسمعني شوية، لازم يتعلموا تعلم لهذا الشباب معايا يا أستاذ، يتعلموا الشباب. أصبرني شوية شوف نزيد نعود نذكر بهذه المسألة نتاع حمروش. أنا راني تحدثت قلت شحال من مرة، قلت باللي كان هناك وضع طبيعي ووضع غير طبيعي. في الوضع الطبيعي دوك انت لما تحكي لي انت على الشباب هذو راه عندهم مثلا كفاءات وعندهم درك هما شهادات وإطارات وإلى غير ذلك، هذوك في الوضع الطبيعي. احنا الآن ما ناش في وضع طبيعي، دوك هذا النظام هذا المتجذر هذا لو كنت تروح تحكي مع واحد برك تقول له انت وش هي الدولة العميقة ما يعرفهاش، تقول له انت مثلا الموضوع هذا انت الزواف هذا ما يعرفوش، تروح انت مثلا تسألوه مثلا في مواضيع واحدة اخرى اللي هي تتعلق بهذا التيار هذا الفرنكوفوني ما يعرفهاش،
تروح انت مثلا تحكي له على هذه الصراعات اللي هي كانت موجودة منذ ما قبل الثورة، ما يعرفهاش لأنه ما طالعش. تروح انت مثلا تحكي له وش الشيء اللي صار في التسعينات على الجماعات هذيك المسلحة، وقال هذيك التيارات، قال تيار تاع الجزأرة وتيار تاع السلفية وتاع كذا، ما يعرفهاش. يعني تحكي له انت على التيارات واحدة أخرى، قال مثلا الصوفية، وقال هذو المدخلية وهذو الجامية وهذو التيارات المختلفة، قال هذو معتزلة هذو الأشاعرة، ما يعرفهاش. بالتالي درك انت حمروش درك، ما رانيش نقولوا احنا باللي هو الإيديال، رانا نقولوا باللي الوضع الآن اللي راه تمر به البلاد يقتضي هو أنك أنت تمشي مع إنسان يكون على الأقل عارف هذه الأمور ويعرف المخارج والمدخل بتاع النظام، وعنده تأثير على ناس داخل المؤسسة العسكرية. قال مثلا ضرب أنت لو كان يكون حمروش يتقدم، قال قايد صالح مثلا اللي راهو ذوك الآن داخل المؤسسة العسكرية وبإمكانه يؤمر وبإمكانه، وراهم تحت الوصاية نتاعو ناس. درك غدوة انت لما يكون فيه تحرك شعبي حقيقي مثل ما راني نقول لك، تكون تعبئة شاملة، القايد صالح يقدر يقول لك باللي لما لا، لما لا، وعلاش لا لا، ما يكونش حمروش، لما لا، ويتم التمرير نتاع السلطة الجيل واحد اخر. بينما لما انت تروح تجيب لي درك مثلا انت واحد مثال، وان كان هو موش مطرح خلاص، ولكن مثال برك، قال درك مثلا هذا غاني مهدي هذا، والناس راها في السلطة تعرف من هذا غاني مهدي، يعرفوا التفاصيل تاعو اللي انت ربما في الراس تاعك ما تدخلش فيك، يعرفوا التفاصيل تاعو ويعرفوا. قال الشباب هذا وش هو الشيء اللي راهو يشوف فيه فرضا، وقال غدوة النظام ما راهوش رايح يخليه يفوت بأي طريقة، ولو كان نص الشعب يرعيوه، خطر على بالهم باللي البلاد راه رايحة. يقول لك انت هذا المستوى لما تشوف انسان عمره لا تقلد مسؤولية وعمره لا قال مثلا عنده مساهمة ولا مشاركة في المجتمع الجزائري بخلاف السرك بخلاف تبهليل، يقول لك سي محمد انت الدولة هذه اللي الدولة دي الدولة نتاع الشهداء والدولة تاع هذيك العبارات اللي هو راه يجي فيها، يجي في تعليق منا وتعليق منا وتعليق منا، ما هذيك ما تمشيش. لذلك دوك انا لما راني نحكي لك على قضية نتاع حمروش، حمروش راهو رجل دولة، فهمت؟ وقلت لك كاين وضع، كاين مرحلة اللي احنا الآن رانا عايشينها، مش انت قال قال انت راك رايح ليه لانك انت راه عندك خيارات اخرى، ما عندكش خيارات اخرى. انت دوك لما تشوف انت دوك البوتفليقه، شوف شكون هما الناس اللي ينافسوه، ما تشوف ليش الدكتوره، وهذيك الدكتوره ما عندها حتى معنى. تروح تجيب لي دوك مثلا بن محمد، احمد بن محمد عنده دكتوره استاذ جامعي، ولكن شوف للمساهمات نتاعو، شوف الجانب نتاع الجوانب واحد اخرى، قال القضيه نتاع الثوره، قضيه نتاع العلاقات، قضيه نتاع التسيير، قضيه، شوف الجوانب واحد اخرى. تذوق كي تروح تهز مثلا احمد طالب الابراهيمي، تشوف وتقارن انت بين احمد طالب الابراهيمي وقال مثلا حمراء واسمه بوتفليقه، تشوف تلقاه باللي راهو كان وزير يهضر على بومدين، قال هذاك ثاني راهو كان وزير التربيه في عهد بومدين، يهضر على الجهاد، قال هذاك راهو كان في الجهاد وكان في السجن مع المجموعة هذو بالذات اللي كانوا في السجن، أي تحمد وبوضياف وبن بلة وكذا، كان معاهم في السجن. تحكي أنت على قضية المستوى، قال راهو دكتور. تحكي على قضية النضال السياسي، قال راهو كان عضو في جبهة التحرير في اللجنة المركزية وفي المكتب السياسي وكان مع مهري وكان كذا. شوف أنت الرصيد نتاعو العائلة نتاعو، قال هذا راه باباه ابن العلامة الإبراهيمي وكذا. وتبدأ أنت بصح، باش انت تروح تجيب لي واحد اللي ما عنده لا نضال سياسي ولا عنده حتى مساهمة في البلاد، وتجي انت تحطه في هذا، ما تقدرش انت تغدو فيما بعد تعبئ به الشعب، تقدرش، ما تجيبش. هو استاذ بارك الله فيك، هو الكلمه هذه مليحه، ما نطولش عليك بزاف، عندي غير واحد الملاحظه. راه واحد الاخ راه يقول لك طلعني طلعني، غير نعطيك واحد الملاحظه بارك استاذ، واحد الراي ما مانيش عارف شنو يكتب في لي كومونتير، طلعني طلعني. قلت لك الاشكال
اللي حبيت نعطي غير واحد الملاحظه استاذ، هو اللي نتكلم عليها في نقطه فاصله، هو قادر يكون حمروش، انا مانيش ننتقد وجود حمروش يعني لحد الان ما عنديش موقف. الموقف اللي انا نقول لك عليه هو اي واحد يحبس هذا الفساد، مانيش نقول يدير اصلاح جذري لانه اصلاح جذري لازم عمل سنوات، يحبس هذه المهزله اللي وصلتها الجزائر. الجزائر لم تصل لهذا المستوى حتى في العشريه السوداء، ما وصلتش لهذا المستوى. يعني ما شفنا انبطاح السياسه الخارجيه الجزائريه، تعليم، تعليم عالي، اقتصاد، سياحه، تربيه، اخلاق، ثقافه، هويه، جوامع، طريق، وصل الفساد لدرجات لا تتوقع. حتى في العمله وصل الفساد، ولا الدينار مخلصي ثلاث قبل الاخر، معناتها عندنا الجزائر، اليمن، وسوريا. كلام خطير، من تولي الصومال عندها العمله خير منك. هنا نحوسوا غير واحد يحبس هذا الفساد، ما التغيير، مازال ما نحكوا عليه على 10 سنين، يجي حمروش يتفاهموا على حمر. اللي تتفاهموا عليه هو الجيش، للاسف الجيش ما اتخذش الموقف اللي كانت الناس توقعوا صراحه. هو دوك راهو واسمه بالقايد صالح، اللي حد الان، لحد الان راه ماشي مع بوتفليقه لحد الان. لو كان جا راهو درك القايد صالح، لو كان جا القايد صالح راهو هو رافض هذه الفكره، قادرين درك دستوريا قانونيا قادرين يوقفوه، لكن هما ما عندهمش البديل، لانه هما راهم يشوفوا باللي لو كان هما يحطوا واحد مخلاف بوتفليقه راهو راح يخسر المعركه، لانه التيار الاخر هذا نتاع الدول العميقه راهو رايح هو في ساعات معينه قادر هو يقلب عليه من الراي العام، وقادر من خلال الامكانيات والوسائل. هما دوك راهم يراهنوا على بوتفليقه لانه ما عندهمش. ولكن لو كان يتقدم دركا مثلا، راني نقول لك انا حمروش، ولو انه فيه ناس راهم يقولوا باللي هذا راهو ثاني هو نتاع الدول العميقه، راهم كاين اللي يقولوها، كاين اللي يقول لك باللي، ولكن انا نشوف باللي خاطئ حمروش. ماهوش نتاع حمروش انسان وطني، بدليل هو انه كان معاه مهري، فهمت؟ انا هذه نقولها لك، نقولها والناس تسمعها. في مرحله من المراحل كنت نتناقش مع احمد طالب قبل التاسيس نتاع حركه الوفاء والعدل، لانه انا قضيه الفكره نتاع الحزب والله ما كنتش مقتنع بها صراحه، وهو حاولني هكذا. ويعني لما مشيت معه انا في القضيه نتاع جمعيه التوقيعات، قال لك باللي ودي تسمى هذا النشاط اللي نشطناه وهذيك الحركه اللي درناها اثناء جمع التوقيعات والحمله الانتخابيه ما لازمناش نخليوها، تسمى هذاك النشاط لازم يبقى مستمر، اذا كان طارق مؤمن بمشروعه وكذا نستمروا. من بعد انا شفت من جانب تسمى منطقيا مقبوله، ولكن في المقابل شفت باللي انا رايح نجبد روحي، الناس اخرين رايحين يكونوا في المكان تاعي، وبالتالي رايحين هما يستثمروا في هذاك النشاط ويديوه. قلت انا ما لازمش نخلي هذاك النشاط اللي شطته انا يديوه ناس اخرين، ودخلت في هذا الاطار. لما طرحت له انا قضيه نتاع الاستشاره، هذيك جبتها لك على حمروش، كي جبت له انا القضيه دي نتاع الاستشاره، قلت له دي المفترض هو انه قبل ما تقدم يعني على الاعلان نتاع هذه الحركه هذه، لابد هو انه تستشير بعض الشخصيات السياسيه، من بينهم حمروش، من بينهم احمد طه واسمه مهري، من بينهم واش اسمه عيد حمد، من بينهم بالخادم. وكانت كاينه بعض الامور انا اللي ما كنتش على بالي بها. انا مثلا لما حكيت مع القضيه تاع بالخادم ضحكوا عليا، قالوا لي باللي انت ما على بالكش واش راهو كاين. قضية تاع حمروش هو انه قال لي باللي مهري راه مشى معاه. مهري هو كان في 99 كان ماذا بيه باش يكون حمروش هو الرئيس. بالتالي مهري ماهوش انسان بورتلوكي، مهري راهو انسان سياسي، انسان راهو من عهد مصالي الحاج وكان في الحكومه المؤقته، وانسان معروف بالنزاهه نتاعو، معروف بالتوازن نتاعو، انسان وطني، انسان يحب الخير للاسلام وللغه العربيه ويحب الخير للبلاد. كان هو راهو يمشي مع حمروش، ما مشاش معاه غير هكذاك برك. بالتالي درك انا لما راني درك انا تحدث على قضيه هذه نتاع حمروش في المرحله الحاليه، ما رانيش نقول باللي انا درك رانا في اطار
نتاع وصلنا من مستوى انت يجي واحد انا يقول لي بلي انا هذا فاتو الوقت. وانا نحكي للاسف الشديد الاخ هذا خرج. نشوف ترى هذا الاخ اللي يرمز للاسم نتاعو بباري للاسف الشديد. شوف ترى الاخ هذا يا ودي الاخ مزيان ماهيش قضيه نتاع الشباب المرحله يا راجل. شو من قضيه نتاع الشباب هذا الشباب لما تكون هناك منافسه لما تبنى الدوله على اساس صحيح وتكون هناك منافسه صحيح معك الاخ الاسم ومن راك تكلم فينا مرحبا به للاسف الشديد. شوفوا الاخ هذا الو الاخ محمد والله منين راك تكلم فينا الاخ محمد الو شوفوا الأخ هذا سيد أحمد يا أخويا راح ترقد على راه. السلام عليكم سيد أحمد مرحبا بك. وعليكم السلام واش راك خويا بابا واش حوالك لاباس الله يبارك فيك. من راك تكلم فينا الأخ سيد أحمد من غردايه الله يحفظك. مرحبا بك الأخ سيد أحمد واش راك خويا لاباس بارك الله فيك أجوبة ساعك وربي يحفظك وربي يعطيك واش تتمنى إن شاء الله. إن شاء الله اللهم آمين. واش تقولنا الأخ سيد أحمد في الموضوع تاعي؟ بون إن شاء الله نخرج شوية على الموضوع تاعي برك حبيت نقول لك حاجة. عندي هنايا كنت نقرأ بون 7 سنين كنت نقرأ هنا في الجزائر هي تخرجت دكتورة وكاع رحت بهنا رحت لكندا هاجرت لتما هي رحت نخدم. وصلت عند البيرو ايا شو حضرت معاه شو مع المعلم واش قال لي كامل قرايتك اللي كنت تقراه في الجزائر هذيك الناحيه اكوتي كامل ديبلوم تاعك قال لي انا اللي نعلمك كيفاه تقرا شغل شفت هذيك 7 سنين هذيك شغل غضتني فهمتني قصدي يا شيخ. نعم فهمتك. نعم هذا المشكل راه الناس كل تعاني منه الاخ سيدي شغل هذه حاجة الأولى وحاجة الدوزيام شغل مرات كي تريح تما يقول لك شغل الرئيس تاع إن شاء الله تلقى الرئيس تاعنا شغل ما اكزيستيش خلاص بطبيعة الحال شغل رسوم متحركة عندهم مش كانش كانش هيبة تاع الدولة بارك الله فيه هيبة تاع الدولة منين تجي لما تكون هناك عدالة وتكون قيمة للإنسان وتكون كذا وتكون كذا فيما بعد أنت ويكون مستوى المعيشة ومستوى الدراسة ومستوى الطب ومستوى الصحة ومستوى كل شيء في كل المستويات فيما بعد الناس تهابك فهمت تهابك تهابك لماذا لأنه راك دولة انت لحقت للتطور انت كل شيء تستورد فيه فهمت حتى البابي طواليت اللي راهم يديو الزيرالدا يجيبوه من الخارج يا خويا انا درك راني بون انا راني نخدم في الجزائر راني نخدم في البورت دي بي وورد شغل راني نخدم في البور انا داخل البورت دي بي وورد شغل بنادم كي يشوف واش راه يدخل شغل من خارج مخك يتشوكا بون يجيك بابور فيه 450 حاويه معمره بواش معمره حاشاك بالشراب هذه حاجه الاولى وحاجه الدوزيام حمل حلو في تامبورتا شراني نقول لك اسرار هادو مش فهمتني شراني نقول لك اسرار نورمالمون ما يخرجوش من المسائل شغلنا ودي نعرفوا هذه المسائل لاني خدمت في السياحه ونعرف هذه الامور هذه مش حاجه جديده فهمت من بكري هذه وتلقى عندنا
وعندنا تراب تاع الزجاج في الصحراء مطايش عرام يجي يمبورطيوه. بصح شكون راه وشكون خلف هذاك شكون راهم ماشي لي فورنيسور ولا شكون هما لي جينو هو شغل هما القيادة لا هما يسيروا فيهم. عصابات راه عصابات الناس راه حاكمين البور المطار كل شيء عصابات، فهمت؟ دي كلون هكذا راهم موجودين في عدة أماكن حساسة، في السوناطرات، في السياحة، في النقل. ما حبيش نبين وجهي، نعطيك واحد حاجة. بون خدمت عام ونص باه يعاودوا لي كونترا، واش قالوا لي؟ ان شاء الله رحت البيرو ريحت معاهم هضرت معاهم قد قال لي بون اسكو تمشي معانا ولا تمشي وحدك ولا كيف. انا ما فهمتش واش هي معنى هذه الحكاية هذه، فهمتني قصدي ولا ما فهمتنيش؟ لا ايه تسمى لازمك تدخل في الصف. فهمت اخي نور الدين هكذا يعني. ايه امور واضحة، وما تسمى لازمك تدخل في الصف تولي تاكل مع الجماعة، والا تلقى روحك برا. بارك الله فيك، ربي يحفظك وربي يعطيك واش تمنى. درك هو الحل ان شاء الله، رانا نشوفه درك شغل مترشحين بزاف وكاع. واش هو الحل درك شغل؟ انا لو كان نشوف بوتفليقة يطلع نخرج من الجزائر هذه عاود نخرج ديريكت. ايه واش نقول لك درك؟ شوف هو درك، شوف نقول لك دوك هاد الجماعة اللي راهم درك هما أقدموا على ترشيح بوتفليقة، أقدموا على الترشيح نتاعو لأنه ما عندهمش الشخص اللي ثقوا فيه، ما عندهمش الشخص اللي هو يضمن لهم ما بعد بوتفليقة، وبالتالي قادرين درك هما راهم خاضوا حرب، خاصة منذ 2013 إلى غاية الآن خاضوا حرب ضد الجناح هذا نتاع التوفيق، وهذا الجناح نتاع التوفيق راهو قادر الآن يعاود يرجع بطريقة أخرى. من الآن راهم مقدمين هذا علي قديري، ومقدمين ناس آخرين منهم هذاك بالعز عبد العزيز بالعيد، منهم بن فليس واسمه لويزا حنون، وعندهم تيار تحضر تشوف فيهم دوكا في القضية دي نتاع بن غبريط وكذا. وروحوا عندهم المشكل شغل المشكل شغل تجي تضربها في الشعب. مثلا اعطيك دوك مثال، الا راك شفيت الفوضى تاع الشعب غردايه، شفيت اسمح لي الفوضى تاع اسمح لي غردايه ولا ما شفيت؟ شايف شوف نقول لك، الشعب الحاجة الأساسية هو أنه لازم يفهم باللي راه كاينة دولة عميقة وعندها هذه العناصر نتاعها. الشعب الحاجة اللي الأساسية اللي لازم يفهمها هو أنه راه كاينة بعض الصراعات اللي هما راهم يديروا فيها نتاع هذه نتاع مزابي وعربي، عربي وقبايلي، شاوي وعربي، هما راهم يتغذوا منها. الحاجة اللي لازم الناس تفهمها هو أنه لازم نخدمه مع بعض من أجل محاصرة هذه العصابة. بارك لما الله تقضي فيك. نتاع الرؤوس نتاعها فيما بعد، خطر كاين الناس اللي هما راهم داخلين في هذه العصابة وما على بالهمش. تلقى واحد راه مثلا هو يخدم معاهم في غردايه، هو راهو عربي ولا راهو قال مثلا يخدم في إطار كذا، ولكن ما على بالوش. يقول لك انا ما كاش منها يا راجل، كيفاش انا هاني نصلي وهاني كذا وهاني كذا وهاني كذا وما جامعين يهضروا معايا؟ خاطر لا، هما راهم يستغلوا فيه، كاين اللي راهم هما يستغلوا فيهم بلا ما على بالهم. هما عندهم البنوك متغلغلين فيها، متغلغلين في الإدارة، متغلغلين في الإعلام، متغلغلين في السفارات وفي القنصليات، متغلغلين في واسمه في الأمور تاع النقل، مثل النقل البحري والطيران والنقل البري، متغلغلين. حاكمين واسمه مؤسسات نتاع الدولة حاكمينها. شوف مثل هذاك الفيروس ولا حاجة، نقولوا مثلا مثلا واحد حاكم حاجة مثلا كما حاكمها مثلا على كما حدود بوجي. اخ نور الدين، مثلا كما مثلا نقول لك انا نخدم في شركه تاع دي بي وورد، هذه شنو ما نقولوش اسم تاعها، تلقى شركه شغل داروا لها تيتر بصح الداخل تاعها تلقاه يحكموا فيها حكم عسكري. عندهم شوف عندهم جهات يمروا منها الكونتينر تاعهم، ولا رقابة ولا محزنون. والله انا اشوف انا اون ديكسور اونجا تكنيسيان سوبر تكنيسيان،
انا اللي نطلع لي شغل لي كونتونر نهبطهم نشارجيهم ونكاشيهم ونعرف ان هذه الامور. اسمع، انا كاين راني بعض خدمت في وقت من الاوقات، خدمت في شركه كانت تابعه لليبيا، ليبيا والجزائر يقولوا لها الكالطرام. خدمت فيها مرحله هكذا معينه هكذا، كنت نشوف فيهم، كنت في الباطو نخدم في الباطو، كنت نشوف فيهم كيفاش واش يهبطوا واش يديوا. على بالي بهذه الامور، تسمى ماشي حاجه جديده عليا. نعرفهم نعرفهم بارك الله. نعرفهم نعرف الجماعة كيفاش يخدموا مع تاع الترانزيتير هذوك، كيفاش يدخلوا كيفاش يطلعوا. شوفوا نقول لك، هما قلت لك متغلغلين داخل الدولة ويعرفوا كيفاش راهم يمشوا في الأمور. وحنا للأسف الشديد هو أنه الناس تشوف قال واشي غاني مهدي راه راه يعني عنده مشروع، ديروا تلعب على راه تما كفاية فيها تحب واش راك ديروا النكاز. ما على بالهم، شو بس لازم واحد الحاجة اللي يكون تغذيك يعرف باش تلقى الدولة، هذا يعرف المجموعة. الدولة، يعرف الجهاز تاع المخابرات، يعرف المؤسسات نتاع الدولة ويخدم مع الوقت. خطر تعويل على شخص قادرين يقتلوه. احنا لازم العمل اللي يكون عمل جماعي، عمل جماعي ولا بأس، ولما لا هو انه تكون قيادة جماعية. المهم هو انه الناس نروح تمشي نقولوا مثلا، وتخدم. نعم نقولوا مثلا هاد العصابة هذه شحال فيها من راس؟ نقولوا 40 50، يا وحنا الله شحال رانا يلاح، من الله الله الجزائر شحال؟ يهديك. يديش من 40، مش من هذو، راه ما عندهم آلاف الناس راه تخدم معاهم. مش بيك في الداخل وفي الخارج، مش بيك تعمل آلاف الناس قالوا 40 و50، مش من 40 و50 هذا. شغل عندهم الصح آلاف الصح قاعد الناس، تعمل الشغل. عندهم آلاف الناس، يعني أقل شيء أقل شيء نقولوا مثلا راه عندهم 100 ألف أقل شيء متوزعين على المستوى الوطني. عندهم ناس في الإعلام، عندهم ناس في القضاء، فهمت، عندهم في الناس في الوزارات. دولة داخل دولة، جهاز راهو يبان لك وجهاز الداخل. قال مثلا دوك الوزارة، الوزارة الوزير قال مثلا يعينوا الرئيس، ولكن في الوزارة ما يقدر يدير والو. لماذا؟ لأنه إدارة كامل ضده، هو يخاف على روحه. ياكش ما يتحرك والله يبداو يديروا له كذا، يخاف على روحه، يولي هما يوسيو فيه ويديروا له شونطاج. غير يدخل برك يحكموا له، يديروا شونطاج مع بنته ولا مع ابنه ويصيروا يتحكموا فيه. يتحرك قال اودي نخرجوك في الاعلام، عيطوا له بالتليفون قال لك تكلم نفضحوك، يولي هو يمشي. حاكمين الوزارات، حاكمين المديريات، متحكمين كما ينبغي في العصب تاع الدولة. ضربوا ضربات في هذه المدة الأخيرة هذه، يقول من 2013 وأرواح، ولكن ما زالهم يتحركوا. راهم يحوسوا يعاودوا يرجعوا عن طريق مرشح واحد آخر. احنا درك هذه الناس لازمك تفهم باللي درك هذه الجماعة وانتو بوتفليقة، حتى إذا كان درك هذا درك بوتفليقة راهو رايح يفوت، بوتفليقة انتهى وراه رايح يكون تغيير. ولكن اذا كان فات واحد من هذه الجماعه نتوعهم، هذه اللي لازم منها الناس تفهم، راهو التغيير منه وجاي على 50 سنه وبدا تتكلم. يعني ما راهو رايح يكون لا تغيير ولا هم يحزنون. احنا درك اذا كان درك الناس تحوس على التغيير، لازم اولا كي تروح هي تقدم على هذا الخيار نتاع الانتخابات، لازم تدير حساباتها باللي هذا الجهادي راها بالمرصاد. وفي حالة الذهاب إلى المقاطعة نفس الشيء، لازمك أنت تديرهم بعين الحسبان. لخاطر أنت لو كان أنت تدير، أنت تقدم على المقاطعة وتروح أنت تهيئ الظروف، أنت ما عندك والو. راح جيب دوك أنت مثلا قال درك مثلا أسماء، قال مثلا ما على باليش أنا زيطوط ولا اسمه، لكن هما راهم عندهم ناس داخل الاجهزه نتاع الدوله. تاخذ دوك راك قال قاعد في الخارج وتهدر ولا تقول ولا تشارك ولا. اوكي ممكن بالك انت تساهم الى حد ما، قال مثلا في توضيح بعض المسائل، او قال مثلا توعي الناس اذا كنت انت تمتلك وعي وكذا. ولكن هذ الناس هذو راهم سور بلاس، راهم موجودين في المؤسسات، غدوه رايحين يتحركوا. غدوه انت لما تهيئ لهم الظروف، قال لك مثلا لذو الجماعة تاع بوتفليقة غدوا يهربوا.
هزوا الطياره وبسلامه بالعافيه، يجيبوها في المغرب والله يجيبوها في كشمه دوله واحده اخرى في جنوب افريقيا والله ما على باليش انا، ويجيبوها ثم ويريحوا. ولكن شكون اللي راهم رايحين يحكموا السلطه؟ راهم رايحين يحكموا السلطه هذو بالذات اللي راني نحكيك عليهم، لانهم راهم متواجدين، متواجدين في الجهاز تاع المخابرات، في الدرك، في الشرطه، في الوزارات، في الولايات، راهم موجودين ارواحهم. بالتالي انت درك يا اما هو انك تكون هناك قوه شعبيه تتحرك الناس، تكون قوه شعبيه صح، حيث هو انه تحاصرهم، واما راك راح تخدمهم، راك راح تقدم لهم الخدمه سواء بالمشاركه او بالمقاطعه او بالانتفاضه او بالثوره او بالانقلاب او باي وسيله واحده اخرى. تظرك اما انك تقدم على التغيير الحقيقي، وهو انك انت تعدل العده من عده نواحي، والا استمر في التوعيه الى درجه هو انه توصل الناس لمستوى من الوعي، في ذاك النهار بدا حكي التغيير. نعطيك واحد المثال، نعطيك واحد المثال كيما راك تقول لي. لاحظوا غردايا شغل من 2013، 2013 كي جات الفوضى، 4 سنين، 4 سنين هي فوضى. كيفاه بدات؟ والله العظيم اللي تسقسيه يقول لك والله ما على بالي، اللي تسقسيه ها تاع يقول لك القضية والله تاع ما على الأستاذ بالي، هذاك اللي باينه قتلوه، الحكايه تاعها. يو يما كاين واحد توفات، يما الأستاذ توفات في قتلوه. الأحداث هذه، يما آه ربي توفات في يرحمه. توفات ولا الأحداث هذه توفات؟ يا ودي. كيفاش توفات؟ صدموا شغل، كانت في الدار وصدموا عليها، أنا كنت في الخارج وصدموا عليها وشغل بالخلع هذيك بالشوك ومات. ربي يرحمها إن شاء الله. تخيل شغل واش ترفد في قلبك كيما هكذا، واش ترفد؟ اي صح، ربي يرحمها. ومن بعد المهم يقول من بعد شيء، ومن بعد تفوت هذيك 4 سنين هذيك تقول ما كان والو، تروح للبلاد تشوف الدنيا فارغة نورمال عادي، كل الناس كل شيء رجع كيما راه. ايه، قادرة تولي الاحداث في اي لحظة، في اي لحظة، لانه هذ الناس هما مرات يشعلوها بالذمة على جال باش هما، قلت لك انا، يستعملوا هذيك الامور من اجل الضغط، من اجل على جال باش يوجهوا الناس، من اجل التلهية، من اجل يحاصروا قلب يخوفوهم الناس في يخوفوهم السلطة. فهمت؟ دوكا قادرين، قال مثلا في هذه الايامات قادرين يعاودوا ينوضوها. قال دوك مثلا هما يا راهم ده هو رايحين يخسروا في المشكل. الانتخابات، يعاودوا ينوضوها وتنوض من ثم، او ينوضوها في منطقة القبائل او كذا. احنا لازم يكون عندنا وعي على جال باش نحاصروا هذ الناس، سواء اللي راهم في السلطة او الناس اللي راهم يحوسوا يوصلوا لها. لازم يكون عندنا وعي عام باش نقدر فيما بعد نمشي لتغيير حقيقي. لازمك انت تحاصرهم على المستوى الوطني في الداخل وفي الخارج ايضا، والا ما راكش راح تدير التغيير. ولازم يكون وفق مشروع. واش راك راح تدير؟ راح تدير دولة اسلامية، راح تدير دولة علمانية؟ واش هي الدولة اللي راك راح تديرها انت بعد ما هو انه كدير التغيير؟ نحيت انت شخص، نحيت بوتفليقة، جيب انت زيد ولا عمر من الناس، غيرت النظام؟ ما غيرتوش. تغير النظام هذا لازم يتغير في النظم، تغيير في العقليات، تغيير في السلوكات، تغيير في المفاهيم، تغيير في الاستراتيجيات، تغيير في المنهجيات. وهذا لا يتم بين عشية وضحاها، يتم عن طريق أجيال، وهذا لازم له خدمة طويلة. المهم الأخ الكريم، شكرا سيد أحمد، نمر للإخوة بارك آخرين الله فيك، باش ربي نختم على يحفظك. البرنامج. نشوف ترى بالكش ما نزيدو نشاركوا معنا واحد ولا زوج ونختمو. أخ محمد، أعتقد هو أنك أنت الأخ هذاك تاع اللي تكلمنا من تاع جنوب إفريقيا، شوف راهو عندك كان بوطون، ممكن بالك راك غالقو، راني ما قدرتش نطلعك. شوفوا هذا الأخ هذا، بالك العود يقدر قال لك الأخ، قال لك قول لا للعهد الخامسة باش نسمعك. الله يهديك يا الأخ الكريم، احنا قلنا لا للبوتفليقة في 99، ماشي حتى 2019 باش نقولوا لا للعهد الخامسة.
مرحبا بك. السلام عليكم. الو. الله يحفظك. وعليكم السلام. الاسم ومن راك تكلم فينا الاخ الكريم؟ نعم استاذ. سلام. اسم نعم الشيخ، متكلم من وهران. مرحبا بك الاخ. الله يحفظك شيخ. بخصوص الموضوع تاع انتخابات، تسمع فيها استاذ؟ نعم انا اسمع فيك. انت راك مع القضيه نتاع المشاركه ولا مع المقاطعه؟ لا المشاركه طبعا، لاخص طبيعه الحال المقاطعه ما جابتش نتيجه. لكن نعم. السؤال المطروح على علي من راح تفوت او تمد صوتك اليوم. اليوم تفرجت على عبد الرزاق مقري، يتحدث كما نقولوا، يهدر الهدره اللي راك تهدر فيها استاذ، يهدر نفس الهدره اللي راك تهدر فيها تاع كما نقولوا لقل الاحزاب معارضه توحد معايا أستاذ؟ إيه هو عبد الرزاق مقري المدة الأخيرة هذه وصلت له هذه القناعة، فهمت؟ المدة الأخيرة هذه وصلت له هذه القناعة، تقدر تقول لكن ما من 2014 والله بدأت توصل له هذه القناعة. لا زعم، هو انسان كما نقولوا تحسه باللي متمكن ما شاء الله، ما عنده افكار وعنده فكر واضح، نعم بس حد الان كما نقولوا هذيك ما جسدوهاش، هذيك الفكره ما جسدوهاش في ارض الواقع. هي فكره مليحه، وهي زعما الحل المثالي هذاك هو زعما باش هو. شوف اقول لك، مروا مقري كما نقولوا مقري مرحله انتقاليه مقري اسمع واسمع. عبد الرزاق مقري إنسان سياسي وإنسان متكون وإنسان متخلق وإنسان ولد عائلة، وعنده حتى هذه الفكرة هذه نتاع القضية نتاع التوافق وهذيك، ولكن لحد الآن ما راهوش رجل إجماع. عبد الرزاق مقري هو راه مصنف على التيار الإسلامي، والتيار الإسلامي شوف ما الذي يجري في غزة محاصرين، شوف ما الذي يجري في مصر، مرسي راهو في السجن، وما راهمش راهين يخليو له، فهمت؟ هذ الناس اللي راهم دركا راهم في الخارج والله وسمو راهم ليه بالمرصاد دركا. لو كان يحصل نقاش، قال مثلا راهو حصل نقاش، حصلت نقاش هكذا، وقال مثلا الناس راه تفقت على جلباش هو انه يكون عبد الرزاق مقري، وراهو قال مثلا كاينه تعبئه شامله على المستوى الوطني وفي الخارج، والله ممكن يكون الحديث، لكن الان هذاك الشيء ما كانش. وحنا على جلباش حنا نسحبوا كيما نقولوا البساط من تحت هذ الناس اللي راهم دركم في السلطه، باش ما تعطينهمش انت كيما نقولوا ديكارت يلعبوا بهم. لازمك انت تراهن على شخصيه واحده اخرى، تقدر نقولوا مثلا مثال، تقدر مثلا هذا عبد الرزاق مقري تقترحه يكون رئيس حكومه، قال مثلا احمد مولد حمروش يكون، قال مثلا رئيس نتاع دوله، وقال مثلا حمرو واسمه عبد الرزاق مقري يكون رئيس حكومه نتاع وحده وطنيه، فهمت؟ وحده وطنيه، قال الناس تتفق من قبل هو الناس نعم. للتغيير، قال مثلا تقترحوا ويكونوا مشاركين فيها انت والاف اف اس تاع الار سي دي، ناس اخرين، قال مثلا دوك هذو اللي راهم دوك مع بن فليس، نقولوا مثلا واحد مع واحد من الجماعه اللي راهم، نقولوا مثلا مع حتى باش هما ما يقدروش فيما بعد يعاودوا يرجعوا بطريقه واحده اخرى. لازم تكون فيه مشاركه ويكونوا فيه ناس، قال مثلا مجموعه تاع الفيس واحد ولا زوج، قال تعطي له وزارة أو كذا، وتتفق الناس على مرحلة كان لمدة نتاع 5 سنين، هاو كيفاش نمشي تروح. بصح باش تروح أنت بالطريقة هذه، قال دوك في غياب ما كانش، قال نروح أنا نمشي، لا نمشي مع مقري نعطي الصوت نتاع مقري
ماراك راح توصل حتى النتيجة، راك راح تضيع في وقتك. نعم سيد. خطر سيد المشكل، المشكل هو دار مبادرة اليوم تفرج سيد. نعم. تفضل. نعم سيد، قلت لك لاني فاهمك الفكرة، أنا كما نقول أني متابعك. نعم سيد. اني متابعكم من واحد الشهر ولا كما نقولوا فهمت الفكره تاعك، فهمتها غاية. ما زدت شفت المنشوره تاعك وكاع شغل اقتنعت بها، بصح التطبيق تطبقش كاين. هو هذه المبادره كما قلت لي قالها احزاب المعارضه توحد، ماشي غير غير المعارضه، لا بغا مع احزاب موالاه وكاع شغل اللي قالهم يتوحدوا. مي ما كانش كما نقولوا تجسيد هذه الفكره على الارض الواقع، ما كانش البديل هنا الشعب. كون دوك حمروش، اسمع كون دوك مثلا، كون دوك مثلا وش اسمه، انا مع واسمه هو انه عبد الرزاق مقري هذا يترشح مع هذه الفكره، ولكن مع مجموعه من المرشحين. قال مثلا درك هذا عبد الرزاق مقري الى حد ما يمثل مثلا التيار الاسلامي، ويزيد يخرج واحد اخر مثلا يمثل هو قال مثلا تيار علماني، ومثلا لو كان نقولوا مثلا يترشح هذاك وش اسمه تاع الار سي دي، واسمه هذاك نقولوا مثلا بوشاشي، وقال مثلا هذاك اللي كان مع الاف اف اس وش اسمه كريم طابو، مجموعه يديروا ان بلوك هكذا، ويكون قال مثلا هذا واسمه حمروش في مجموعه تاع اربعه ولا خمسه يخدموا مع بعضهم ويهيئوا الارضيه من خلال التعبئه الشامله في الداخل وفي الخارج، فيما بعد يفرضوا واقع تاكد. لكن هو انه انت انه يروح واحد وحده دوكا، كاين الناس اللي راهم رايحين يقاطعوا دوكا من الجماعه، ديجا انه المقاطعه نتاعهم تاع ما نجمش منطقيا، ما نجمش، ما يروحش راك تشوف فيهم درك، راك تشوف فيهم كاين الناس اللي راهم مازال ما لحقوش المستوى من الوعي اللي واحد يجيبوه انت حتى يسرى مره على ثلاثه ولا على الربعه نتاع الصباح يجيبوها من توغورتو ولا من ورقله، ممكن بالك عشرتها راه مش تهضر معها، ولا بالك ما مش تهضر معها، يجيبوها كسكروط وتحويسه للجزائر وهي جايه، وهما كي يروحوا ليه يكذبوا عليهم، يقولهمش باللي تروح للقاعه البيضاويه وتشارك باركو، يقول لهم راه فيها اوتيل وفيها عشاء وفيها ديكم سيدي فرج تروحوا للبحر وفيها تحويسه، تحب زيدي تجيبي معاك زوج اولاد معاك، والله بس ماذا بيها، فهمت؟ فرصة كيما يقولوا التحويسة باطل، يجيو هذو ناس ما راهوش يفكر لك هو تاع الدولة وتاع التغيير ومشروع مجتمع، يفكر غير على المستوى تاعو، راهو انسان زوالي ما عندوش، جاتو فرصة على جال باش يروح يحوس في الجزائر، تحويسة باطل وفيها الماكلة وشراب وفيها رقدة في الهوتيل، يقول لك نروح، فهمت؟ وانت هذو هما الناس اللي راهم رايحين يستعملوهم، هما ما يروحوش يستعملوا نتاع واحد دكتور انسان مثقف وانسان راهو انا استاذ. نعم سؤال منها سؤال ومنها غادي نعطي كما نقولوا الجواب زعما على حسب وجهة النظر تاعي. اذا ما هيدا الحل هذا تاع التوافق ما كما نقولوا ما طبقش، ورانا نشوفوا باللي زعما ما كانش ما حد الان ما نقولوا ما كانش زعما اللي بغى يسير في هذا الخط تاع التوافق على هما نقولوا باش يطبق على ارض الواقع. انا في وجهة النظر تاعي الشباب دروك الدور تاعهم باش يديروا انتفاضه، لا بغى ما مشي منظمه، لا بغى معليش كما نقولوا هما اللي خش دروك ما كانش صعيبه، كاش بديل خش البديل هذا اللي ذكرته لنا تاع الحل توافق، ما كانش اللي بغى صعيبه الانتفاضه، صعيبه خاصه في ظل هذا الظروف والمعطيات الجديده. شوف اسمع نهضر معك،
انت قضية فاضي لك الائتلاف. الشرارة. اصبرني اصبرني اصبرني، قضية انت الانتفاضة كما كنت نقول قبيل هو انك انت دير لها حسابات، شي غير تروح انت تنتفض تنتفض، ولكن اللي راهو هو قاعد راهو هو ماذا بيه باش تعطي له الفرصة، هو باش يتحرك في الوقت المناسب، تاك راح تعطيها له تنتفض انت كش ما عندك انت سلطة روحية على جل باش انت غدوة تنتفض، باش لما انت قال زعيم هو انه مثلا هو يدير نداء ولا نسمع له، ما كان حتى واحد زعيم في الجزائر اللي الان راهو هو يدير نداء والشعب يسمع له، ما كانش، لا يوجد، ما كان حتى واحد يكذب عليك كاذب اللي يقول لك باللي راهو كاين زعيم في الجزائر يستطيع من خلاله انه لما يوجه نداء للشعب الجزائري، وبالتالي انت دوك انت لما تتحرك تحرك على روحك كما مثل ما كنت نقول قبل الاخ اللي قبلك، هما راهم متواجدين في كل المؤسسات، غدوه انت تتحرك. ها نعطيك مثال برك، في تونس داروا انتفاضه تحركوا، شكون اللي استفاد منها؟ هاو هذا قائد السبسي راهو قاعد من اللور، هو هو الرئيس، دار ثوره هو في مصر، الجماعه اللي داروا الثوره راهم اسمه ما كانش خطر عليه. بنت لي انا في وقت بن علي في ظل هذا ترك في ظل هذه المعطيات الجديدة لازمك تعرف باللي راه كاينه ثورة تكنولوجية الآن، راه الفيسبوك واليوتيوب ومواقع واحدة أخرى، وقادرين درك هما من خلال هذه المواقع من خلال الوسائل اللي يمتلكوها القنوات الفضائية يخلقوا لك ناس، راك تشوف فيهم يخرجوا لك ناس. درك مثلا أنا عندي سنوات من الأوائل اللي بداوا ينشطوا في هذه الأمور السياسية، حتى الناس اللي كانوا يتكلموا معايا، حتى الناس اللي كانوا يجيو يشاركوا معايا في الحوارات، ما يقدرش واحد يجبد الاسم نتاعي برك. نعم الاسم نتاعي في القنوات الفضائيه قالها وهذاك ناشط سياسي والله هو هذاك، ما كانش ما يجبدونيش اصلا. وهو ما عندهم الوسائل هذو، هو انه يخلقوا لك مجموعه، قال هاي خلقت مجموعه في المكان الفلاني وراها تدعو بالتغيير، ويبداو يحركوا في الناس من وراها، ويبداو وهم يشوفوا فيا ويتبعوا فيا، ولكن يتجاهلوك. لماذا؟ لانه الخط نتاعك انت ما يخدمهمش، ما يقدروش يمانيبيليوك. ها نشوف برك، ها هو غير هذا، هذا وش اسمه، هذا غني مهدي، هذا بمجرد هو انه بينه، شوف كيفاش بينه في قناه النهار غني مهدي. نعم ها خطر عليه لانه ما عنده حتى علاقه بالسياسه، يهدر ولكن دون هو انه يدير حسابات الكلام تاعو، قادر ما عندهاش تاثير، ما ينجمش يخلق. لا لا ماشي هكذاك، انت درك شوف، انا عيطت لك قناه فضائيه وانت راها قال مثلا فرصه على جال باش انت تلقى هذيك القناه الفضائيه باش تمر الرساله تاعك، لكن تكون ذكي ما تكونش غبي، لازمك تكون ذكي ما تكونش غبي. تدرك انا راني ضد بوتفليقه، راني ضد بوتفليقه، يعرضني واحد يحط لي الصوره نتاع بوتفليقه من ورائي، من ورائي، ويجي يقول لي صبرني هنا برك ندير لك فوتو، نقول له نو، نقول له ما تصورنيش انا من دير لي انا نتاع بوتفليقه من ورائي، هاولي تحب تصورني صورني في المكان الفلاني. لماذا؟ لانه وراه راح يستغل هذيك الصوره. هاد الناس اللي راهم دوك في وسائل الاعلام تيجيك اعطي كلمه للنهار، اهلا مرحبا بك، قهوه وتاي وقلب اللوز، اعطينا كلمه للنهار. المواطن اللي راهو راه يسمع راح يشوف يقول لك شوف سبحان الله، هذا السيد البارح كان يطعن في النهار وكان كذا وكان كذا وكان كذا، ودوك الان ولا يشكر في النهار ولا كذا ولا كذا، تبان لك انت باللي انسان عندك سبع وجوه. هو راه رايح يجبدك خطر. لماذا؟ لانك انت انسان ما عندك حتى علاقه بالسياسه. قال دوك مثلا عيط لك النهار لبي النداء مثلا، قال انا فرصه على جال باش انا نتكلم، مرحبا، قال اعطينا كلمه نتاع النهار، نقول له والله نشكرك على الدعوه اللي وجهتها لي،
وان شاء الله نكونوا في المستوى. هو الكلام هذاك ما راهوش راح يستغلوا، فهمت؟ ما راهوش راح يستغل الكلام هذاك اللي انت راك راح تعطيه له، لكن لما انت والدفع زاد فيها خطر شوي. هو راهو راح يستغل لك، راح يستغل لك. هما راهم رايحين قال ها هم ناس، ها رانا احنا ما ناش نتوع اقصاء وما راناش نتوع كذا وما راناش نتاع كذا. ونقولها لك، هذا الشخص بالذات اللي هو استضاف ربما الان راه يشوف فيه. انا تكلمت معه عده مرات، هو اللي كلمني في البدايه وتكلمت معه، هو وجه لي دعوه لاجل باش نشارك. قلت له انا راهم كاينين اخوان اعرفهم في الجزائر، اذا كان فعلا ترك تحوس باش تشاركهم او نعطيك الاسماء نتاعهم ونعطيك الارقام الهاتف نتاعهم واتصل بهم. لو كان جات هما راه عندهم النيه فعلا نتاع المشاركه، لو كان اتصلوا بهذا الناس وهضروا معاهم. نعم فهمتني. ومن بعد انا نشوف، راني نشوف قال والله راه جابوا هذا الناس هاتو وعطوهم فرصه على جال باش يتكلموا وراهم وصلوا الرساله، ونشوف انا ردود الفعل نتاع الناس. ومن بعد انا نروح تجيبني، عيط لي انا تليفون ارواح نسحقوا باش نديروا حوار. قلت له انا شكون انا هذو اللي راح نجيبهم؟ ما على باليش، ما نقدرش نجي نشارك معك، انا مانيش غبي انا باش تجي تعيط لي في حوار ما على باليش انا شكون الضيوف، ما نجيش. فهمتني؟ مسألة ماشي هو انك انت قال لك انت تتكلم في قناة، والله تكلم، ولكن واش تتكلم ومع من؟ استاذ نعم مع من تتكلم؟ زعما بغض النظر كما نقولوا على الافكار تاع السابقه، ولا زعما فاش كان شنو ندافع عليه، ولا زعما انا جيت نحوز زعما على حل كما نقولوا، ولا عفسه هكا ولا امل مع كي تجي زعما تشوف الحوار تاعه ولا المضمون تاع الهضره اللي قالها، زعما ما ابغى الشعبويه ولا ماشي شعبويه، كما نقولوا طرح بعض الحلول هكا، ولا كما نقولوا اللي تنجم كما نقولوا تشوف منها. شوف اي انسان نقولوا تعال حلول منها، تاع جيب كفاءه زعما خارجيه شوف في الوقت الحالي الانسان اللي حب يخدم وفق خطه جماعيه، هذه نتاع انه واحد يروح وحده ويحط روحه هو زعيم وتمشي من وراه، ضيع في وقتك. المهم شكرا الاخ الكريم، نشوف ترى نمر الاخوه اخرين ونختموا هذا اللقاء. للاسف الشديد الاخ محمد اللي كنت اتصل بيا، والله كريم، والله اللي كنت عيط لي من مرف تشارك معنا ذاك تاع جنوب افريقيا، المهم الاخوه الاكارم علي غديري عسكري، هذا الاخ اللي طرحت السؤال، علي غديري عسكري. وانا شخصيا لا افضل العسكر، احنا الان الجزائر راه مقدمه على امور ربي اللي على باله بها، وبالتالي الناس دركا تفكر في المصلحه العامه نتاع البلاد. المهم الاخ الكريم اللي نتاع جنوب افريقيا، يبدو هو انه المره هذه ما قدرش تتصل، ربما عندك مشكله في الهاتف، نلتقي ان شاء الله. المهم الاخوه والاخوات، اتمنى هو ان ورنا افدناكم في هذا النقاش، نلتقي ان شاء الله في فرص واحده اخرى. الى ذلك الحين، السلام عليكم.